كنا بنتكلم في الراوتنج وكنا صنفنا ان انت لو ناوي تبني راوتنج على اثنين ستايل. الستايل الاولاني انك تبني راوتنج ديري والستايل الثاني انك انت تشغل سوفت وير بين 8 سوفت وير هما اللي يجيبوا لك الراوتنج تيبل. ايه عيب انك انت تعمل راوتنج تيبل دي؟ هتتعب شويه لازم عشان تبني راوتنج تيبل دي تكون عارف كل الشبكات اللي في شركتك وتكون عارف ماسكات الشبكات دي ايه وتكون عارف توصل لهم من خلال انهي اتجاه. فده عيب الاستاتيك انك انت لازم تكون عندك رسم فيها تفاصيل الشركه بتاعتك والشبكه بتاعتك. اما الدايناميك فلوسه ايه؟ مش محتاج تكون عارف حاجه خالص غير ايه هو اسم الكود كل اللي هتشغله. يعني مش محتاج تكون عارف ايه الشبكات اللي شغاله. 150 شبكه اساميهم ايه؟ ولا حتى مذكرتهم ولا اتجاهاتهم. سيب الدايناميك راوتنج هو اللي يديك المعلومات دي. بمعنى الاستاتيك راوتنج لو كان عندك رسمه زي دي راوتر وصل على انترفيس ايثرنت عايز يطلع على وين انترفيس سيليك وطلع من الوان لشبكه من الشبكه دي مثلا اسمها ايه؟ مثلا اسمها ديت مارشال سلاش 24 حسب عرفنا من اواخر السنين اللي فاتت ان كل لان اكيد تعتبر شبكه وحتى لوان لوان اللي هي ما بين راوترين دي برضه تعتبر شبكه. يعني الملكيه دي بتاخد اي بي مثلا اسمه 11001 والملكيه دي كمان هتاخد اي بي اسمه 11 مثلا 002 ماسك كام؟ طالما هما الاثنين بتوع الموبايل وفي عليهم ماسك تاني. طيب ودي لان تانية، لان تانية مثلا اسمها 10. راوتر زي الراوتر ده ايه الحاجات اللي هيبقى عارفها لوحده؟ هيبقى عارف لوحده الشبكات اللي كونكتد بيها 10 و11 يعني اللي على النك او على الويك دول بيعرفوا لوحده مجرد بس ما انت توصل له التوصيلات وتشغله بيزك كونفجريشن عليه هيعرف الشبكات اللي لازقه جنبه. يعني هيقدر يعرف على طول الشبكه اللي على اليمين واللي على الشمال. امال احنا دورنا ايه في الاستاتيك راوتنج؟ مش هعلمه اللي هو يعرفه، هعلمه البعيد اللي ما يعرفوش. ان لو جت داتا رايحه للشبكات البعيده اللي ما يعرفهاش مش هيعرف يوصل لها داتا. وعشان كده كان عندنا كوماند اللي بنعمل بيه الاستاتيك راوتنج. ايه هو الكوماند اللي بيعمل الاستاتيك راوتنج؟ امر اسمه اي بي او اي بي راوتنج. ده الامر لما بتبدا تكتبه بيفهم ساعتها الراوتر انك انت هنا تشترك استاتيك دي بي دي. ايه الحاجات اللي تحطها بقى في الاستاتيك راوتر؟ ثلاث حاجات. الشبكه البعيده لو حطيت الشبكه قريبه الراوتر هيعترض النتورك البعيده والماسك بتاعها والفيكتور. يعني كمثال بالارقام نعوض بالارقام مثالي ان انا كنت ممكن اكتب وانا جوه الكونفجريشن بتاعت الراوتر ده اي بي راوت لشبكه 12 اللي ماسكها 255 255 255 0. فلازم معلش تبقى عارف احاول ازاي يعني سلاش 24 ده 255 255 يكون المفروض احنا خدنا عليها كذا لعبه كده ايام السبمتنج كان سهل مش صعب. ارجع بس تفتكرها يعني اللي احنا خدناه في الانتروداكشن وشوية ادوات عشان تفيدوا ان شاء الله في الكلية دوت. والفيكتور اللي انا اروح قايله اس اس وليه عادي الكلام ده مسهل قلنا كتير المره اللي فاتت ما اعتقدش ان حد عنده فيه مشكله عشان خاطر بس اقول لك ان الفيكتور ممكن يتكتب بطريقه ثانيه كمان. دي طريقه اولى ممكن يتكتب فيها الفيكتور. الطريقه الثانيه اللي ممكن يتكتب فيها الفيكتور انك انت تطلع الكونفجريشن تروح قايله اي بي راوت 12 255 255 255 0 وتروح حاطط بدل اسم الانترفيس تروح حاطط احنا على الراوتر ده تروح حاطط الاي بي بتاع الراوتر اللي قدامه. يعني ايه بقى؟ ده احنا عندنا كل يوم ايه ده؟ هو نفس الوصفه بالظبط.
بس هي معناها ايه؟ تقول له لو عايز تروح لشبكه 12 ابقى طالع الداتا من اس زيرو. او ايه الاوبشن الثاني الجديد اللي احنا بنحكي عنه ده؟ لو عايز تروح لشبكه 12 11.002 هو اللي هيوديك. يعني زي ما اتكلمنا على البرنامج المره اللي فاتت ان الروترات كانت بتحكي لبعض تعالى وانا اوديك، ففي طريقه كده ستايل في الاستاتيك انا ممكن استخدم اوبشن اقول للراوتر ايه؟ قول للراوتر لو عايز تروح لشبكه 12 11.002 هو اللي هيوديك. يعني دي فرصتك، دي فرصتك انك انت ممكن تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ ان انا كان ممكن اكتب في الفيكتور دي حاجه من اثنين، عشان كده مش حابب كنت اسميها انترفيس من ساعه ما بدانا نشرح ليه؟ عشان خاطر طلع ان الفيكتور ممكن يكون اسم انترفيس. اي انترفيس؟ الانترفيس بتاعتي. او ممكن يكون اي بي اوف نكست هوب. يعني اي بي اوف نكست هوب؟ اي بي بتاع خطوه جايه، اي بي بتاع راوتر جاي، اي بي بتاع جيت واي جاي. طب وايه فايدتها؟ هيطلع فايدتها مش هتوضح معانا دلوقتي. هيطلع فايدتها اول واحد اول محاضره في الوان. اول محاضره في الوان انا اعرف ان الوان نوعين من السويتشين. الوان يعني السنترالات ما بين الراوترات فيها نوعين من السويتشين. نوع اسمه السيركت سويتشين. السيركت سويتشين هيطلع بنشتغل بطريقه اسم الانترفيس اللي طلع داتا من الانترفيس السي. وهناخد حاجه ثانيه لما نتكلم في الوان اسمها باكيت سويتشين. يعني الموضوع هيكمل ازاي؟ الموضوع هيكمل اكتر لما نخش في الوان. امال ده ايه بالنسبه لنا؟ ده اسمه راوتر. احنا عندنا السيشنز الحاليه دي كلها اسمها راوتر. اول ما هنخلصها هيبدا يخش في الوان سويتشين. حاجه اسمها سيركت سويتشين، حاجه اسمها باكيت سويتشين اللي هم هيطلعوا من الاخر فريم بلاي اي تي ام اكس 25 في اس ال. يعني هيطلع حاجات دي بنسمعها ان هي يا حاجه اسمها سيركت سويتشين يا حاجه اسمها باكيت سويتشين. هيطلعوا في الاخر بينتزوا ايه؟ ان السيركت سويتشين هي عبارة عن point to point switching. هيطلع نظام في الوان شغال point to point. ولما نتكلم ان شاء الله على packet switching هيطلع packet switching point to multi point switching. point to multi point switching يعني ايه الكلام ده ومعناه ايه؟ يعني اللي احنا نعرفه لغاية دلوقتي ان عندنا بس طريقتين عشان خاطر نقدر ان احنا نعرف ايه الاستاتيك. يعني سؤال مشهور دايما في الامتحان بتاع سيسكو يقول لك تشوز تو، اختار اختيارين يوم ممكن نعمل الستاتيك ايه. فالاختيار الاول ان انا اقول له طلع داتا من الانترفيس دي. الاختيار الثاني مش انا هختار اي بي، لو اخترت اي تي ما بيرضاش اصلا في الامر. انا لو بدات الاي بي بتاعي الراوتر يقول لك على فكره الاي بي ده بتاعي. احنا عندنا الاوبشنز يا الانترفيس بتاعتك يا الاي بي بتاع نكست راوتر. مين اللي يوديك؟ فهي بنكتب الانترفيس بتاعتي يا الاي بي بتاع نكست راوتر. اشمعنى؟ لسه بنشوف ان شاء الله موضوع السيركت سويتش الستاتيك روت اللي انت بتكتبه. هكتب ستاتيك روت لو كنت شغال حاجه اسمها ستاتيك سويتش كده ستاتيك سويتش سواء ستاتيك روت عادي او سواء ديفولت ستاتيك روت. ايه الستاتيك روت عن الديفولت ستاتيك روت؟ ده كده اسمه ستاتيك روت. الديفولت ستاتيك اللي هو اي واحد؟ هو 0 0 0 0 كله صفار. اي واحد هكتب اي بي روت صح؟ اي بي روت صفار صفار اختار الاوبشن ده او اختار الاوبشن الثاني ده على حسب شبكتي هتبقى بوينت تو بوينت ولا بوينت تو بوينت. كده خاطر لسه مدين فوزيل ليه برضه؟ عشان خاطر غير الستاتيك روت عندنا في مود عايزين نحكي عنها عن الديفولت ستاتيك روت او زي ما بيتسمى الديفولت روت. لو الديفولت روت ده اللي هو بيتكتب ازاي؟ انك تقول له سكه اللي مالوش سكه اخر ملاذ 0000 ماسك 0000 واختار الاتجاه اللي طلع بيه الداتا كاخر ملاذ كسكه بالفطره. فاحنا عندنا اخر ملاذ زي ما احنا خدناه بالظبط ولكن في طريقه ثانيه. يعني ايه في طريقه ثانيه؟ يعني في الطريقه اللي فاتت او في طريقه برضه ثانيه. يعني النهارده معلش حبيت في البدايه كده اقول لك ايه على تقفيل المواضيع ان المره اللي فاتت خدنا الطريقه دي في الاستاتيك في طريقه ثانيه. في الديفولت في الطريقه دي طبعا
هي بس هتحط 0.0.0. وفي طريقه بقى، في طريقه من السي سي بي، وعلاقتنا بالسي سي بي ما هو في الامتحان للاسف بتاع سيسكو هو يجي لك في حدود 50 سؤال. من 50 سؤال لازم يجيب لك اربع اسئله مستوى اعلى من مستوى السي سي بي. وليه لازم يجيب لك اربع اسئله على السي سي بي؟ عشان الاخر يجي فوق 950 من 1000 يبقى الراجل دوت دارس اكتر من مستوى السي سي بي. يعني في السي سي بي يجي لك اربع اسئله سي سي بي، في السي سي بي يجي لك اربع اسئله سي سي بي. الاخر مش هتفرق معانا لسبب ان كل الاسئله اصلا معروفه، يعني هو معروف ايه الاسئله اللي هتجي لك سواء كانت من سي سي بي او من سي سي بي. واحد الاسئله المشهوره من السي سي بي يقول لك ايه هي الطريقتين اللي معروف بيهم الديفولت روت. الطريقه احنا عارفينها اللي هي 0000 اختيار، والاختيار الثاني الطريقه الثانيه طريقه معقده شويه وليها توابع. مش كده بقول لك يا سي سي بي الناس بتقعد تشرح في السي سي بي فوق المحاضره ولا حاجه. طريقه ليها توابع بامر اسمه اي بي ديفولت نتورك. امر اسمه اي بي ديفولت نتورك بتقول له 0000 بيعمل الامر. الامر ده انت بتقول له الراوتر ان اخر مناس ديفولت نتورك اللي هو سكه اللي هو سكه الشبكه اللي طلع بيها الداتا اي طريق 0000. امر الاسهل ما بيقفش على كده، امر ليه توابع ثانيه خالص عشان احدد فيها الاتجاهات. بس دي كلها يعني فعلا دي تيلز من التيلز ريليشن شويه، يعني تعتبر نص وحضرتك شويه حسيس. بس كان لازم احكي لك عنها عشان مقفلين الموضوع بحيث هتيجي تحل الاسئله كلها بتاع تيل ستاتيك كده. انت ان شاء الله ما فيش ولا سؤال هيطلع بره الحدود اللي احنا حاطينها. احنا ضامنين الامتحان زي ما احنا ضامنين ان شاء الله فيه. بالنسبه للستاتيك الطريقه اللي فاتت دي انت قصدك على الحركتين دول بالظبط، على السيركت او كده اللي فاتت بالظبط كده، سواء سيرك باكت سويتشنج او سواء سيرك سويتشنج. انا مش بصراحه ازاي ما بتطلعش مصر كده، انت لسه ما اعرفش ايه باكت سويتشنج ولا سيرك سويتشنج. يعني لسه ما خدناش ايه سيرك سويتشنج ولا باكت سويتشنج. هي دي ولا ايه؟ دي الطريقه اللي فاتت. بس تكتب اسم الانترفيس الاي بي ديفولت. اه طبعا ده مظبوط دي من الطريقه اللي فاتت. في هي دي الاسئله اللي احنا عايزينها يا جماعه، هو ده المطلوب. يعني لو طلع حسب الانترفيس احنا قلنا ان اي طبعا الانترفيس دي اي حاجه بطلع على اي حاجه. اه بس انا بس انا مش شفتش. طب انت عارف الباكج سيرفيس بروفايدر؟ بس هي المشكله النقطه الباكج سويتشنج دوت انا لو كتبت كنت اسم الانترفيس مش هيشتغل. الباكج سويتشنج حاجه ثانيه مختلفه شويه. باكيت سويتشنج بوينت ومالتي بوينت. انا بختار بقى اي مالتي بوينت تقدر توصلني لاخر ملاذ السيرفيس بروفايدر، هيبقى الاي بي بتاع الراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر. بس ماسك يا باشمهندس في الامر اللي تحت ده؟ لا هو 0000 اللي هو بس اسم النتورك وهو بياخد لها ماسك. يعني هو ليه توابع تاني بياخد لها ماسك ديفولت سيرفيس زيرو وبياخد لها سكه انترفيس من وسط الكونفجريشن لسه تبقى جايه اكتر من كده كمان. لكن هو سؤال في الامتحان بيقول ايه هي الطريقتين اللي ممكن نعمل بيهم ديفولت روت؟ فالطريقه دي اللي هي فيها اي روت او الطريقه بتاعت اي بي ديفولت نتورك. يعني الطريقه اللي فاتت قصدي بيها انك انت تبقى واقف على الكونفجريشن مود وتكتب اي بي روت وتروح راصص الرصه التقليديه بتاعتنا هي انهي رصه؟ هي اصفار اصفار وتكتب الفيكتور على حسب لسه بنشوف ايه السيركت سويتش او ايه الباكت سويتش. فده كده بالنسبه لتقفيل الموضوع اللي سالك. يعني قلت نعمل ريفيو سريع ونزود الاوفسيت دي كده بصوت اللي هو الاوبشن بتاع الاي بي هاتش توب والاوبشن بتاع عمق سكوت اللي فوق. وعلى حسب انت هيطلع ايه سيركت سويتش. هيطلع دي مثلا اسمها سيركت سويتش، هيطلع دي بوينت بوينت دي بالظبط اللي هي بوينت بوينت. هيطلع دي حاجه اسمها باكيت سويتش. بس ايه بقى قصه الباكيت والسيركت؟ ده احنا هناخد فيها ثلاث محاضرات اصلا السيركت والباكيت سويتش دي لوحده. عشان كده بس من ناحيه دي دلوقتي ان ليه السيركت فيه طريقتين مش لسه لما نفهم الموضوع. يعني طبعا الموضوع انت كله بيتكلم على بعض. ماما راوتر، راوتر مش هيعيش لوحده لازم له برضه سويتشنج اسمك. لسه لما نقفل الموضوع نيجي تاني نحكي ان شاء الله على الراوتر سويتشنج هنحكي الحاجات دي تاني باسم ده بالنسبه للستاتيك راوتر. تعالى بقى نرجع للديناميك راوتر. الديناميك راوتر احنا عندنا راوتنج بروتوكولز راوتنج بروتوكول اللي تم تصنيف البروتوكول دي لثمانيه. الثمانيه مقسومين ازاي؟ اقول لك الثمانيه مقسومين لاي جي بي او اي جي بي. افكرك الاي جي بي دول اللي هم زي مين؟ زي البروتوكول اللي فعلا اسمه اي جي بي او بروتوكول اسمه بي جي بي. ودول مالهم؟ دول اكستيريور
يعني بيشتغلوا الصح ما بين autonomous systems، يعني ما بين autonomous systems ده يعتبر الشغل بتاعهم الصح. والـ IGP الـ IGP interior بيتقسموا اثنين 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 اثنين. ازاي؟ IGP بيتقسموا لـ distance vector الأول، يعني ليهم تصميم كده distance vector زي مين؟ زي باب الجمار وزي IGP. ودول للأسف الاثنين دول قدام قوي ما بيفهموش سبليتنج، وعشان هم ما بيفهموش سبليتنج طلعوا عليهم كده اسم، ان البروتوكولز اللي ما بتفهمش سبليتنج طلعوا عليها اسم بيسموها كلاس فول. يعني ايه كلمه كلاس فول؟ كلاس فول بروتوكول اصلا ان هو ما بيفهمش غير الفول كلاس، يعني مش فول كلاس ميجور نتورك بس. يعني لما تقرا البروتوكول ده ايام كان ما فيش عندنا غير يا تشتري كلاس A يا كلاس B يا كلاس C كميجر. يعني ايانا كانت ساعتها لسه ما قالتش ممكن حد يشتري 8 اي بيات 16 اي بي 32 ما كانش فيه صدر. فبيسموها كلاس فول، يعني بيسموها ان انت كنت المفروض تشتري كلاس على بعضيها، يعني كل كلاس على بعضيها. فريب فيرجن 1 والاي جي ار بي كانوا شغالين ايام ما كانت الكلاس على بعضيها. وده كمان مين؟ ده كمان كلاس فول بروتوكول. دول الثلاثة الوحيدين الكلاس في البروتوكولز، كان واحد ما بين الاوتونوموس سيستم واثنين جوه الاوتونوموس سيستم. فرقهم ايه؟ واحد تقدر تشتغل بيه اي شركة والثاني كان اختراع سيستم. والثلاثة دول في الحقيقة مش هيجي سيبهم خلاص تاني بعد الجملة اللي انا قلتها، يعني بعد جملة كلاس في البروتوكولز مش هنحتاجهم خالص، محدش بيشتغل دلوقتي بيهم خالص، لكن الدنيا كلها صابتة. انا ممكن ابقى شغال بثمان اي بيهات 16 اي بي 32 64 128 بدل 16 مليون اي بي كلاس ايه اطلع شغال بمليون واحد بس. البروتوكول دي للاسف الشديد مش هتعرف تتعامل ابدا مع اي حاجه سبنتنج. لو مصر تشتغل بدول يبقى لازم تكون مش عامل سبنتنج خالص في شبكتك، يبقى كل فروشك كده شغاله بدون سبنتنج، ساعتها هيمشي معاك الحال تاني. طب احنا ليه نرجع على البديل؟ يبقى نشتغل بالبديل. هو ايه البديل؟ البديل ادفانسد ديستانس فيكتور. ولو هما مين؟ هما بيفهموا سبنتنج زي ريك فيرجن 2 وزي اي اي جي ار بي، وبرضه الاي اي جي ار بي ده سيسكو. من الاخر تطوير ريب 1 بقى ريب 2، تطوير الاي جي ار بي بقى اي اي جي ار بي. في الطبيعي بنشتغل بالحاجات المطوره، والحاجات المطوره دي مطوره من زمان قوي. الاي اي جي ار بي ده اخر راوتنج بروتوكول اتعمل سنه 98 سنه 98، يعني شوف من سنين طويله جدا، يعني داخله على كام سنه كده؟ 20 سنه تقريبا، داخل على 20 سنه تقريبا بروتوكول معمول. فطبيعي دول اكيد اقدم من كده، فطبيعي مش ماشيين مع التطور الحديث للحاجات. وعشان كده احنا بدايه شرحنا للبرنامج هيكون من الادفانس ديستنس سيكتور. كويس. طيب بقيه الاي جي بيز لينك ستيت، ايوه بروتوكولز بتتصنف اسمها لينك ستيت. يعني ايه بقى ادفانس ديستنس سيكتور؟ يعني لينك ستيت هيوضح مع الشرح اكتر. لينك ستيت زي اي اس اي اس وبروتوكول اسمه او اس بي. اللي بالازرق دول كمان معاهم طبعا الاي جي بي، دول البروتوكولز اللي بيفهموا سبنتنج، دول اللي عايشين حاليا. يعني هتلاقي دايما وانت بتشتغل وبتشغل بروتوكول من دول هتبدا تختار واحد من خمسه، بدل ما هنشتغل واحد من ثمانيه، واحد من خمسه اللي ممكن يشتغلوا ايه من دول. وهتلاقي اغلب شركات العالم بتحب مين؟ اغلب شركات العالم ناويه تشغل او اس بي. ليه؟ لما نشرحه هتعرف ان فعلا فيه مميزات كتير. طيب المهم من ساعة ما كتر البروتوكولز قوي قررت هيئة عالمية زي الاي تي اي كده هي اللي تكون المسؤولة عن الراوتنج بروتوكولز وعن اي اختراعات هتتم تاني للراوتنج بروتوكولز. يعني في هيئة عالمية اسمها هيئة الاي اي تي اف. مالها بقى هيئة الاي اي تي اف؟ اختصار الانترنت انجينيرنج هندسة الانترنت تاسك فورس. قررت ان هي اي حد بعد كده هيخترع اي حاجه ليها علاقه بالراوتنج يكون عبرها يكون من خلال الانترنت. وبتعمل كمان مسابقات اللي بيخترع بروتوكول وتبدا تديله ترتيب على العالم. يعني البروتوكول بتاعك ده البروتوكول رقم واحد على العالم، رقم اثنين على العالم، وده كان اخر بروتوكول في الحياه داخل في مسابقه ثاني اي اي جي ار بي ده. ايه يا باشا؟ الهيئه المسؤوله عن الابحاث والتطوير زي ما الاي تريبل اي مسؤول عن البحث والتطوير بتاع الاهلي،
في الاي اي دي اف مسؤوله عن بحث وتطوير الراوتر. طيب عامله ايه بقى الاي اي دي اف؟ عامله كده مسابقه بسيطه تقول لنا دي يا ترى مين احسن بروتوكول من دول، مين افضل البروتوكولز الموجوده ومين اسوأها من وجهه نظرها. عارف زي ما بيجوا كده ساعات في المجلات يروح مطلع كده القناه الفلانيه هي القناه رقم واحد السنه دي، والقناه الثانيه قناه رقم كذا السنه دي، رانكينج بالظبط كده. ولكن ده المفروض يعني بيبقى ايه نوع من انواع الدعايه اكيد للقنوات دي، لما تبقى رقم واحد ده شيء كويس. فاحنا بالنسبه لنا الاي تي اف عامله رانكينج للراوتنج بروتوكولز. تعالى احكي لك عن حسب الترتيب العالميه مين افضل بروتوكول ومين الاسوء من وسط الموجودين حوالينا. طيب رانكينج ان الاي تي اف بيتعرف بيه يا ترى البروتوكولز دي كويسه ولا وحشه، بيسموها كده ادمنستريتيف ديستنس. ادمنستريتيف ديستنس يعني رانكينج في مصطلحات الاي اي تي اف حاجه اسمها الادمنستريتيف ديستنس، بمعنى ان هم عايزين يحطوها كانها ايه مسافه، وبمعنى ان المسافه كل ما تبقى قليله كل ما ده يبقى البروتوكول بيوصلك بسرعه بالظبط كده، بيوصلك اقرب. عارف زي ايه بالظبط؟ ان احنا لو عندنا طريقين نروح بيهم، طريق قصير وطريق طويل، يبقى الطريق اللي الديستنس بتاعته اقصر اكيد احسن. فهو لسه بيحاول يعبر عن رانكينج بالديستنس. طبعا رانكينج مقصود بيها ان الرقم هو اقل ده احسن، يعني في الامتحان الجاي ان شاء الله باذن الله السبت الجاي على طول الاول هيبقى احسن ولا العاشر؟ العاشر عشان ما يعزمش الناس. انا هي الاثنين يا باشا. حاضر. فالاول المفروض احسن. هو نفس الكلام ان انا هياخد ارقام قليله ده كده بروتوكول احسن. هو هندسه بروتوكول، ايه رايك في الخط كده؟ ماشي. طيب خلاص خلينا. طيب هم عملوا ايه بقى؟ طيب هم قالوا ايه؟ قالوا ان اول بروتوكول كان تم اختراعه كان ريد. قالوا طب هندي الريد رقم كام؟ قالوا احنا هنخلي الرانكينج بتاعنا ارقام من 0 ل 255. اللي يبقى احسن هو اللي ياخد 0. واوحش بروتوكول حسب يعني اعتباراتنا كهيئه الاي تي اف ياخد 255. ما يقدروش يدوا حد صفر لان ممكن حاجه بعد كده تبقى احسن منه. هو ده اللي فكروا فعلا فيه، ان ما ينفعش ندي حاجه صفر، جايز حاجه تيجي احسن بس في حاجه فعلا جت احسن اضمن. طيب هم عملوا ايه؟ قالوا ريب ده كان اول بروتوكول يتم اختراعه فهندي له رقم كده في النص. ادي له رقم كام؟ بيست سبيس. ادي له رقم 120. فالرانكينج العالميه لريب 120. الكلام ده موجود مع مين؟ مع كل راوتر. يعني الجدول ده نازل مع الاوبريتنج سيستم بتاع اي راوتر، ان اي راوتر عارف الارقام دي. لو نزل بروتوكول جديد يجددوا لنا يعني بيجددوا على الاوبريتنج سيستمز ايه الجداول بقى مره ثانيه، شوفوا الترتيبه الجديده تبقى عامله ازاي. فدي تعتبر الترتيبه اللي شغال بيها الراوترات من ساعه 98 ان الريب واخد رينج 120 والاي اس اي اس ده ريب فيرجن الاثنين الوان و2 يعني فضل 1 وان واخد الرقم ده و2 لما نزل واعتبره وريس 1 يعني 2 اعتبروه وريس 1 هينزل بنفس كل الفايل بتاعته. 1 خلاص يعني يستقيم و2 مكانه. اي اس اي اس واخد رقم 115. طب وجاب الارقام دي بناء على ايه؟ يعني التختيمه دي اكيد ليها سبب منطقي برضه منهم. قالوا بناء على حاجتين احنا قررنا نحط الارقام دي. بناء على سرعه البروتوكول في تجميع الخرائط. يعني ايه سرعه البروتوكول في تجميع الخرائط؟ يعني مثلا لو عندك بالظبط كده شبكه من 20 راوتر. لو شغلنا ريت هيطلع الجدول في قد ايه؟ لو شغلنا الاي اس اي اس هيطلع الجدول ال 20 راوتر دول في قد ايه؟ فبناء على سرعه البروتوكول نديله طبعا رانكينج احسن، مش بس كده ده كمان مدخلين في الموضوع اخطاء حسابات كل بروتوكول للطرق. يعني مثلا ريب هيطلع بيحسب الطريق ازاي؟ هيطلع بيعد حاجه اسمها الهوب، يعني المره اللي فاتت لو تفتكر يقول له تعالى كنت ايه بالظبط؟ يقول له تعالى وانا مديك واحد مثلا، فدي تعتبر كده بالنسبه لنا اسمها هوب. اكتشف ان الهوب دي طريقه سيئه جدا جدا لحساب الطريق. انا ليه ما كنتش احسب الطريق بالسرعه السرعه بتاعته؟ يعني ليه ما اقولكش تعالى وانا اوديك بسرعه 2 ميجا؟ ولو واحد تاني يقول لي تعالى وانا اوديك بسرعه 4 ميجا للاند ولا للنيكست هوب؟ للهو يعني من الراوتر والراوتر لما بيحكوا لبعض. لا يعني الراوترات لما بيقعدوا يحكوا لبعض بيقولوا تعالى وانا اوديك. الاند ما بيشوفش الكلام ده خالص. لا يعني راوتر بيودي مثلا جاي له ديستنيشن اي بي هيودي ليها ولا للنيكست هوب اللي هو الراوتر التاني؟ مالناش دعوه بالداتا خالص. ده ليه دعوه بالجدول؟ ان الراوتر عنده جدول لما كان بيبلغ جدول الوزان بيقول تعالى وانا اوديك. هو بيطلعوا لكل جيران وممكن يكون مرتبط باربع راوترات هيديهم للاربعه. اه طبعا. طيب أكيد. يعني ايه الحساب في كده حسب ايه؟ مش فاهم ايه لسه هنشوف. طب يمكن عشان شفتهم مثلا المره اللي فاتت على راوترين بس فمش واخدين بالكم هي ليه هتبقى حساب؟ لسه هنحكي النهارده تفاصيل كتير.
يبان يهندس. المهم وبعد كده ايه اللي حصل؟ دخلوا الاو اس بي اف في اللعبه والاو اس بي اف اخد رانكينج 110. طيب وبعدين ده معناه ايه او يدل على ايه؟ يدل ان الاو اس بي اف اسرع واكثر دقه في تجميع الخرائط. يعني ايه اكثر دقه؟ يعني هتشوف ان المعيار اللي بيحسب فيه اذا كان الطريق كويس ولا الطريق وحش، الطريق بعيد ولا الطريق قريب، فيها تفاصيل اكثر دقه. بيات عشان خاطر ما تبقاش قريبه بينزلوا الواحد ولا هو بس اه بالظبط كده. يعني هم قالوا ايه؟ لما ادوا الريت 120 قال لك اللي بعده اقصص عليه خمسه شويه عشان يدي برضه مساحه من 120 ل 115. لو تم اختراع بروتوكول جديد في النص، يعني لا هو لا هو ادق من ده ولا اسرع من ده بس برضه مش اوحش من ده، فيبقى يدوا مثلا 117. هو كان بيحطوا يعني في الاخر كام بروتوكول اللي تم اختراعه؟ هم ده يعني. هو اكيد مفيش مثلا بتاع 110 احسن من الاو اس بي اف، صح؟ في احسن اس بي اف في 110 لا مش 110 لا ده الاس بي اف هو اللي واخد الرانك 110. مفيش اثنين واخدين نفس التقييم، مفيش اثنين اول مفيش اثنين ثاني. الاوز بي اف ترتيبه على الاقل ان هو رقم 110. في حاجه ممكن تيجي وكان حاجه احسن احسن وبعدها تبقى في حاجه احسن في نفس الوقت. بس هو في الاخر بياخدوا عارف القرار بناء على ايه؟ هي اساسهم البروتوكول لما يطلع منه ممكن فيرجن جديده اه يبقى الفيرجن الجديده هي الاحسن، لكن طول ما البروتوكول اي اس اي زي ما هو والاوز بي اف زي ما هو مفيش حاجه ده هيفضل اسرع وده هيفضل اضبط. ايه اللي عملوا فيرجن جديد من اي اس اي؟ مثلا يعني جديد نفس الحاجه فوق يشيلوا خالص يقول لك ممنوع يقول لك بالظبط. لو يعمل نفس كل اللي عمله اوزبير بالمية يعني بيعمله بالظبط زي ما هو يقول لك ما هو هو يرفض الاي دي اف ان هي تاخد البحث ده يقول لك ممنوع يشيل البروتوكول ده. لازم يكون في اكيد فرق. لا اللي هو الجديد ما يخش اللي هو اللي اتعمل غير الاوزبير. يعني اتعمل بروتوكول اسمه اكس 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 مثلا حلو؟ طلع بيعمل زي اللي بيعمله اوزبير بالظبط، نفس السرعه ونفس الدقه ونفس كل حاجه. يبقى هو هو الاوزبير اصلا ما دخلوش اصلا. يقول لك مرفوض ان يبقى فيه نفس الجدول ادمن ديستنس مع البروتوكول. يعني ايه ادمن ديستنس؟ ادمنستريتيف ديستنس اللي هي الرانكينج او التقييم العالمي للبروتوكول. بعد الاو اس بي اف يجي مين؟ يجي الاي جي ار بي. الاي جي ار بي دي مفاجاه غريبه جدا جدا واكيد انت هتفهمني. واخد تقييم 100. يعني حسب ما الاي اي تي اف بتقول يا ترى الاي جي ار بي احسن ولا الاو اس بي اف احسن؟ الاي جي ار بي احسن مع العلم ان الاي جي ار بي ماله مش شامم ريحه شاي بالياسمين في الموضوع ده. معنى بروتوكول ما بيفهمش سبنيتنج احسن من كذا بروتوكول من اللي بيفهموا سبنيتنج. ليه طول ما هو بينفع سبنيتنج اي اس اس بيفهم سبنيتنج جزء بيفهم سبنيتنج مش شامم ريحه بالظبط كده كويسه في الموضوع مش شامم ايه ده هو بص هو انا شامم ريحه شرطه سودا فيها دولار وش كده ما تقدر تقول هي بس بالظبط كده. الهيئه بتاعت اي دي قالت ايه؟ قالت لا احنا شايفين ان البروتوكول ده اسرع وادق من الاوز بي اف. اي سي هو ادق واسرع بس ما بيفهمش سبنيتنج. يبقى كل الدقه اللي بيعملها وكل السرعه اللي بيعملها دي على ما فيش ملهاش لازمه. المهم سيسكو فاهم ايه ده؟ قصدك اه بيحكم على الاثنين دول بالظبط. دول اكتر حاجتين بيحكم عليهم. لما يبقوا تساوي يبقى يبص لحاجات ثانيه. هو شايفه اسرع وادق. المهم في الاخر خالص جت سيسكو طلعت قالت الناس زعلانه قالوا يعني زعلانين ليه؟ انتوا ازاي البروتوكول بتاعكم يبقى افضل من البروتوكولات دي؟ قال لهم هنسالكم سؤال. انتوا عندكم على راوتراتكم الجدول في اي جي ار بي يعني اي حاجه مش سيسكو. انتوا عندكم على راوتراتكم حاجه فيها اي جي ار بي؟ قالوا لا احنا جدولنا ما فيهوش غير ريب اي اس اي اس او اس بي اف ما فيهوش اي جي ار بي. قال لهم خلاص زعلانين ليه؟ احنا اللي هيتاذي من القصه دي راوتراتنا، ان راوتراتنا هتبقى فاهمه ان الاي جي ار بي احسن من كل دول، اما انت راوتراتكم ما بتشوفش ده خالص. فاهم راوترات سيسكو عندها جدول كامل. اما الراوترات اللي مش سيسكو عندها الجدول ما فيهوش الاي جي ار بي اصلا. يبقى فعلا ايه سبب الحزن؟ يعني انتوا زعلانين ليه اذا كان ما عندكوش اصلا اي جي ار بي؟ فحاجه زي كده سيسكو بتقول ايه؟ حاجه زي كده احنا شايفينها انها على راوتراتنا بتقول ان البروتوكولات بتاعتنا احسن من اي بروتوكول. واحنا حلو بس كان في اكيد برضه دفع ان يطلع حاجه عالميه مش عارف. هل هي بالظبط كده؟ بس في الاخر كده يبقى على راوتر سيسكو بيعترف ان ده احسن من دول. مين سيسكو؟ بمعنى ايه؟
بيقولوا هم اخترعوه. وعشان كده عملوا له تحسين بقى. راح عمل اي اي جي ار بي والاي اي جي ار بي الاي اي سي اف هيئه المسؤوله عن الروتين ادالوا رانكينج كام؟ 90. واضح ان الاثنين بروتوكول بتوع سيسكو واخدين افضل تقييم. ده بجد على حق. ليه بقى؟ الاي اي جي ار بي هيطلع اذا الاي اي جي ار بي هيطلع بيفهم سبتتك وهيطلع هو اسرع بروتوكول يجمع خريطه من 20 راوتر. يعني يقدر يعمل راوتر كتير من 20 راوتر في 2 سكندز. مقابل ايه في الاو اس بي اف؟ الاو اس بي اف يعرف يعمل خريطه من 20 راوتر في 5 سكندز. تاني جدا الاو اس بي اف لو شبكه فيها 20 راوتر ممكن في 5 ثواني يكون كاتب. اما الاي اي جي ار بي ثانيتين اسرع واسرع وادق. ليه؟ لما نشوف فعلا طريقه حساباته بالطريق يطلع اي جي ار بي ده بيحصل بطريقه ازاي؟ سريع ولا لا؟ مسحوم ولا لا؟ في ديلي ولا لا؟ في اشارات ولا لا؟ يقعد يحسب كل التفاصيل عشان يقيس لك الطريق اذا كان طريق كويس ولا وحش. فاكتشفوا ان فعلا اسرع وادق بتدخل دي حقيقه الاي اي جي ار بي من غير شيء بيلزمك. بس برضه الاي اي جي ار بي ما بيشتغلش على راوترات سيسكو بس، هو سيسكو بروتوكول بس. بمعنى الراوترات اللي مش سيسكو هواوي اتش بي جونيبر ما عندهمش في الجدول بتاعهم الاثنين دول. ولكن ده مش سيسكو. والهيئه العالميه للراوتنج بتديله تقييم 20. ولما البي جي بي طبعا خد تقييم 20 جماعه بتسال لو شفتوا اهو في حاجات غير بتاعتنا بتاخد تقييمات احسن بكتير. فالبي جي بي واخد تقييم 20 وده ليه سبب؟ ان هو الوحيد اللي يقدر يستحمل التعامل ما بين اثنين اوتونوم سيسكو. اي بروتوكول من دول لما جربوه، بص اي واحد من السته دول لما تم تجربته انه يشتغل على الحدود بتاعه الاوتونوم سيستم ان هو جمع خريطه بلد تاني كان بيهنج. تلاقي السوفت وير حصله كراش ضرب مش قادر ان هو يستحمل 300,000 رول، مش قادر ان هو يستحمل 300,000 طريق. فلو ان البي جي بي الوحيد اللي يقدر يستحمل عدد الشركات مهما كانت طريقه البي جي بي انا لسه ما شفتهاش. يعني طريقه الاي او اس بي يعني طريقه الاي اس اي اس كل بتقول له يطلع لي طريقه يطلع. ممكن لو اختلفت الطريقه في جميع الخرائط يختلف احتماله، يختلف قدره احتماله. فالبي جي بي هو الاكثر احتمالا للشبكات مهما كتر. وده ادمن ديستنس اشن هندسه وقال كلمه حلوه. ومن مين اللي محجوز له الارقام القليله خالص؟ سيادتك. ازاي سيادتك؟ ان الهيئه العالميه للراوتنج بتقول ان افضل طرق الراوتنج اللي لازم كان الراوتر يقتنع ان هي احسن وحتى لو غلط يصدقها ويشتغل بيها هي طريقه الاستاتيك. اشمعنى؟ الاستاتيك يعني انت اللي بتديك قايل الراوتر انت عايزه يمشي داتا ازاي. حتى لو السكه دي غلط وحتى لو السكه دي وحشه الراوتر لازم يطيع اوامر صاحب الراوتر. يعني هما في الاخر بيعتبروا ان مين صاحب الراوتر؟ انت عايز تمشي ازاي كده؟ جسمه عايز تمشي داتا كده لسبب، هو ليه السكه وحشه؟ بس المدير طالب ان احنا نمشي داتا في السكه دي دلوقتي. ساعتها يبقى لازم الراوتر كان يقتنع ان هي ليها البيست رانكينج. الاستاتيك ليه رانكينج 0 و1. وليه يا ترى الرانكينج بتاعه 2 ليه واخد 2 رانكينج؟ عشان خاطر الطريقه دي بالظبط كده بتاخد رانكينج تساوي زيرو. والطريقه دي اللي هي طريقه النكست هوب اي بي نكست هوب ان انت تقول للراوتر لو عايز توصل لاي حاجه روح لفلان وهو يوديك. دي طريقه بياخد الادمن ديستانس واحد. يعني هيطلع حتى الطريقتين اللي في الاستاتيك كل واحده منهم يعني ليها افضل ده غير الديستانس ده غير المتر بالظبط كده ده غير المتر نفسه اللي سوري غير الديستانس اللي هي من هوب او بخيط. يعني هيطلع بعد ما بنشوف الارقام دي اللي هي رانج دي نبدا نبص ساعتها للديستانس اللي هي المتر 1 2 3 انت قلت المره اللي هي ديستانس بالظبط يعني اسمها ديستانس ولا متر؟ ما هو هيطلع متر يعني ايه؟ كلمه متر اصلا يعني مقياس. يعني الكيلو متر ده متر، الطن ده متر، الرطل ده متر. فطريقه المقياس نفسه بتاع هوب مثلا المترك يعني طريقه القياس. طيب والكونكتد ايه ده؟ هو الكونكتد كمان ليه رانكينج؟ اه الكونكتد واخد رانكينج هو كمان صفر. اشمعنى؟ حاجه لازقه جنبي فطبيعي ان كان لازم الراجل يقتنع ان دي افضل طريقه. الارقام دي تاني هدفها ايه؟ الارقام دي هدفها ان لما تشغل راوتر اكتر من بروتوكول يفضل طريقه على الثانيه. تاني يا باشا كونكتد سي ايه الكونكتد ده؟ ايه يا جدع؟ الراوتر ده هيشوف الشبكه دي كونكتد ويشوف الشبكه دي سي سي عشان هو لازم يديها رانكينج ليه؟ لو سمع حاجه كونكتد وسمع حاجه بريب مين احسن بالنسبه له؟ حاجه لازقه جنبي حاجه بيحكيها لي بيقول لي انا دي طب ما بس ايه اللي ساعدك الجمهور؟ ايه دي؟ 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 اي
عشان خاطر قال لك الكونكت احسن اللي عامله عشان السبوتلايز. طيب يعني القصد ايه تاني؟ معلش القصد ده ان الارقام دي فايدتها ايه؟ جداول مع راوتر. عشان يوم ما تشغل اكتر من بروتوكول الراوتر يفاضل. الراوتر بيفاضل ازاي؟ بناء على الجدول ده. يعني لو مثلا جيت شغلت دايناميك راوتنج، طب اشغل دايناميك راوتنج ازاي؟ الاستاتيك قلنا نكتب اي بي روت ونكتب بقى النتورك وماسك ونكتب الدايناميك. ازاي اشغل الدايناميك راوتنج؟ كل راوتر واختار بروتوكول ريبكوز بي اف اي ار جي بي بي اي بروتوكول من التمانية اقدر اكتب لهم نفس الامر. لو حصل انك كتبت راوتر وبعد نص ساعة بعد ساعة بعد شهر حد جاي لك على راوتر كتب له راوتر اي اي جي ار بي مثلا، يا ترى الراوتر لما يلاقي كده بقى عنده اثنين بروتوكول شغالين يفاضل ما بينهم ازاي؟ عنده جدول ثاني. يعني الجدول ده يعني ايه؟ الرجلات دي انا اعرف اجيب الخريطة خريطة الريب واعرف اجيب الطريق خريطة بريد اي اي جي ار بي. انا الخريطة هتبقى بالنسبة لي افضل اي اي جي ار بي ولا ريب؟ بيبص للارقام دي. الارقام دي هدفها انك برضه لو شغلت اكتر من بروتوكول على راوتر هو يبدا يفضل انه كان لازم يشتغل بطريقه واحده. يعني لازم في الاخر راوتر يختار انا انهي احسن طريقه. يعني الريب بيقول لي تعالى انا اوديك والاي ار جي بي بيقول لي تعالى انا اوديك. جايز تكون سكه وجايز تكون سكه، اختار اي سكه. سكه الاي ار جي بي دايما هتبقى السكه الاحسن او سكه البروتوكول اللي هي ادمنستريتف ديستنس هي اللي هتبقى احسن. فدايما هدف الجدول ده ايه؟ هدف الجدول ده هي اختيار افضليه في البروتوكولز الكتير اللي هتشغلها على راوتر. راوتر يفضل ما بين البروتوكول والتاني بناء على الارقام. يعني لو اشتغلت استاتيك واشتغلت اي اي جي ار بي الراوتر هيصدق اني طريق هنا اللي انت كتبته بايديك. يقول لك يا باشا طالما انت قلت لي طريق بايديك استاتيك لو واحد قبل ديستنس 0 او 1 اذا حتى لو اطلب ان في الاخر استاتيك انت مش قايس اذا كان طويل ولا قصير في الاخر هتقول له ايه؟ استاتيك انا عايزك تمشي من السكه دي. فمش هيعرف يفاضل اذا كان بقى بعيد على بعد كام مت. ايوه لا انا همشي في السكه اللي انت قلت لي عليها وخلاص. فعلا ساعات بيبقى في سكه كويسه بس دلوقتي في كيس حاجه تمت محتاجين نمشي ده في سكه ثانيه خالص مؤقت. انا سكه وحشه بس انا مش كده فيها دلوقتي. فساعتها ممكن لو انت كده تستدرك يبدا يروح قايل لك انا حاسس على اللي انت بتقول عليه خالص اكيد وراك حاجه. اما بقى لو اشتغلوا دايناميك لازم اكيد يبدا يفرض بقى في الدايناميكس وبعضيها بالارقام. دي كده تعتبر معلش هي عباره عن ريفيو سريع كده للسيشن اللي فاتت. وزي ما كنت شفت بنزود ريفيو بس لا بعد ما اختاروا كذا بروتوكول خرب الجدول ده كده معناه ان هو بيقارن مثلا ما بين الاي جي اي بي والاي جي بي. ازاي انا هقارن ما بينهم؟ هو بيقارن كل البروتوكول في كام؟ انا اخر بيقارن السرعه ده ماشي في البروتوكولات اللي هي بتبقى تشارك في البروتوكول. ازاي هقارن ده؟ ما هو في الاخر دول كلهم بروتوكولات بتجمع فوقها. انت لو عايز تشغل اي جي بي انت عايز تشغله جوه براحتك شغله جوه بس قابل المشاكل اللي هتحصل. هم لما جربوا هو لقوا ان هو بيهيس على جوه اشتغل على حاجات كتير على شركات قليله يهنس على شركات كتير اشتغل كويس. بس انت لما تشوف طريق كل البروتوكول هتعرف ان انا يعني ممكن يطلع في بروتوكول يهنج لو اشتغل على حاجات كتير اشتغل كويس على حاجات صغيره اسرع اهو ابطا. عشان كده بقول لك لو عايز تشغل وانت تروح بس هيهنس. سبيتو رايزون بقى بسرعه ايه قول يا باشا سبيتو رايزون بسرعه بس كده طب تريجر هو ينفع عشان الراوتر سيسكو هو اسمه سيسكو. عادي طبعا الراوتر سيسكو هو اشتغل باي حاجه ستاندرد بلس لو عايز تشغل حاجه سيسكو نفسها. طب لو انا مثلا عندي بس يعني رقم
بحيث الترسيك هو مش هيقبل انفينيتي عشان هي من 0 ل 255. لا لو بنتكلم عن متر المتر 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 بس انت لازم تشغله اصلا. هو هيغير ازاي؟ تعمل ايه؟ شغله كل البروتوكولات وسيبه هو يختار. لو عايز انت لازم تكتب البروتوكول اللي بس لكن هو كده كده اصلا برضه هو اللي بيختار كده. يعني بيحط فراوت فيها احسن حاجه يعني. ماشي. هو قال ازاي يغير في الفيكتور واصلا ده دايناميك. لا في الاتم لسه ما خدش الفيكتور. قصدي في المتريك هيغير. لا مالهاش في المتريك قبل ده. لسه على الحجازه دي. الحكايه في النقطه اللي جايه. ايه المتريك؟ مش كده القصه راجعه لايه؟ انت اللي تشوف في الاخر بعد ما الراوتر يتخرج تشوف السيرفر شغله ده صح ولا لا؟ تقدر تعدل عليه بعد كده. طب ينفع اصلا نكتب كتير عشان كده الكوره او اللي ممكن تسوي كده؟ سامع حاجه بقى كل الراوترين بتوع بعض من نفس يعني راوتر الجنب ده ستاتيك يبقى اللي قدامه ستاتيك الجنب ده دايناميك يبقى الناحيه الثانيه شغاله عليه يعني الراوتر ينفع اشتغل عليه يبقى نفس الوقت على اثنين ديفرنت انترفيسز يعني لسه هنعمل في كونفجريشن بقى احنا ممكن ندخل احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت نحكي عن حاجة اسمها الريب يعني باختصار شديد نفضنا للديستانس فيكتور. ليه نفضنا للديستانس فيكتور؟ عشان البروتوكولات كلاس فول يعني ايه كلاس فول؟ بتتعامل مع الفول كلاس مش الريبتورز بس ما تفهمش صدقني فعشان كده نفضناها ولكن نحكي الأهم طب برضه ده النهارده إن شاء الله لحد البريك بنحكي عن ريب 2 وبعد البريك بنحكي عن شيء اشهر والمره القادمه وليه المحاضره ده اي اس اي اس والكوست قول لي معلش ريب 2 بيفهم ايه ليه صبرتي ليه مش خلاص اه يفهم طبعا عايز تشتغل خلاص مش ولا يفهم صبرتي يقدر يفهم الدنيا من كسبتك يعني لو انت مش عارف صبرتي يفهم نفتح بس كلام نحس عليه يعني المره دي تعالى نشوف التفاصيل احنا كده الكلاس قول لي ماشي ايه يا باشا كلمه الكلاس فول الاستاد اه كده خلصنا كل حاجه الاستاد مفيش اي حاجه خلاص بره المنهج او حتى في السيشن دي علاقه بالاستاد ان شاء الله باذن الله هنخش على الاسئله وحد يدخل على يوتيوب حتى لو اصلا متقسمه كده استاد لوحده او اس بي لوحده اي اي جي بي لوحده لو حليت اسئله الاستاد ان شاء الله كلها هتحلها صح
طيب فيرجن 2 على ويب سايت اسمه 9 دي في بحط الاسئله متقسمه معايا في اسئله في انتدكشن انتدكشن وحطيتها احنا لسه ما خدناهاش ما تتعقدش لو جبت حل الراوتر انت ما خدتهاش ابدا حل الراوتر يستحسن ما تحلش الانتدكشن عشان خاطر ما تعرفش اسئله انا هجيبها لك الامتحان الجاي فعشان يعني ابدا حل الراوتر 9 لا لا 9 دي اليوتوريال ده بالنسبه للارقام اللي زي ده الارقام بالظبط بالظبط طب طب هقعد اكتب عشان بعد بص عشان بقى مش انا مش انا طيب نفسي كلكم تطلعوا انا يا جماعه لو بعدين انت بتشجع الطريقه الامريكيه مش انا الطريقه الامريكيه في التعليم انا جاي لك الامتحان مش شفاك قبل هنجيبوا اخر حاجه خدناها ولا حد الدكتور ولا لا لحد الدكتور بس وبعد ما نخلص الراوتنج اسمه خلاص الكلام بس بس هو ده بس خدش الثاني خدش ممرق اختصار لراوتنج انفورميشن بروتوكول زي ما حكينا المره اللي فاتت كنا بدانا الكلام في بعض البريك قلنا انه اسم على مسمى ليه اسم على مسمى انه بروتوكول رولز عشان ننقل المعلومات اللي تخص الراوتنج ليه المعلومات اللي تخص الراوتنج مقصود المعلومات اللي تخص الراوتنج اللي هي التيبلز الراوترات تحت بعض جدولين واحد الاثنين تعالوا وده فيرجن كام؟ احنا هنحكي عليه دلوقتي فيرجن 2 ويفرق عن فيرجن 1 اهم فرق موضوع الصبر طيب عايزين نتكلم عن ايه فريك فيرجن 2؟ عايزين نتكلم عن الخصائص بتاعته عشان نشرح منها الكاركترستكس تعرف تقول كاركترستكس 10 مرات؟ طبعا نصيصهم 10 مرات يعني ايه كاركترستكس؟ خواص اي الداتا شيت بتاعت عشان نقاط كده خلينا نحكيها عن كل بروتوكول بحيث توضح لك الفرق ما بين البروتوكول والاخر يعني مش بنشوف حد عامل زي ما القديم مش مسكين قديم صح ايه ده هو في جديده اه يا هندسه انت داش لسه واحده ما عرفش اقسم معايا كده برضه على لا 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 دي ما هي دي راوتر وان وسويتش الراوتر باين حتى بص انا عايز اقول لكم حاجه اللي استلمتوها دي الناس اللي استلمتها المره اللي فاتت هي ادي بالظبط لا مش هي اداه بس الراجل عامل ايه بقى الراجل مستخدم جوه غريب جدا جدا مفيش لكن انا عديت على الورق دوت عديت على الورق ده اصل هي نفس الفلوس اللي دفعت دي نفس الفلوس اللي دفعت دي قلت له يعني ازاي كبيره ما خدتش فيها فلوس كتير المره دي قال لي لا هي نفس الورقه قلت له بس بص الصندوق ده قال لي اصل انا كام دي بقى اللي ظبطت ازاي؟ ايه ده؟ انا رجعت من الخوف عايز كده كده يجيب لك كده بالظبط نفس عدد الورق فرق ايه من 10 ورقات ولا حاجه بس هي بقيت هي منفوخه ما اعرفش بص بالظبط دي 177 ورقه ودي 187 ورقه بالظبط عندي كده 350 ورقه دي اكبر من اي مجموعه في الاداء ده كرسي اللي مزاد فات كان 250 ورقه طيب فهتلاقوا في اخر المنزله كلها هي في الابندكس الاخر دي دي الصاد 14 بس بص كده جدول كده ده صاد 14 هتلاقوا بص اه
هيجي بقى الراوتر كله يعني الاربع محاضرات اللي جايين الثلاث محاضرات اللي جايين. فايه الخريطه دي؟ المقارنه ما بين صباح ريب 1 ريب 2 اي جي ار بي اي جي ار بي وستير مقارنه من حيث من حيث بص هو انا معرض الحاجات دي فمعلش يعني هي غريبه شويه. مصدر البروتوكول اثنين المسافه الاداريه ايه هي؟ اس ديستنس المسافه الاداريه ديستنس فيكتور متجه المسافات مع الرباط يعني عشان خاطر ايه؟ سعيد اشرام اشرام متجه المسافات اشخاص اللي كنت كتبتها كده ديستنس فيكتور دي معايا متجه المسافات ليه ديستنس يعني ايه؟ قال لي الارتباط الانفصالي زي كده يا باشا هقول لك لا ما تيجي للعادي طيب تعالوا نشوف مع بعض الكاركترستيك اول خاصيه في البروتوكول ده وبعدين هتلاقي كل البروتوكولز داخل على نحكي لها برضه نفس الخواص ومجمعها كله في صفحه الابندكس بتاع الجزء الاولاني في الكوز بص معايا اول ميزه اول خاصيه في الريتم ان هو ادفانس ديستنس فيكتور الترجمه بالعربي هتلاقيها المتجه المسافات المتطابق ماشي انا اعتقد هي مش انجليزي احسن يا باشا الترجمه نفسها لا دي من جوجل لا عشان في ناس مش عارفين مش مين جامد عايزين بالعربي فقلت خدوه بالعربي هم منهم جابوا حاجه بس فهي جت من جوجل كده لكن هو الحاجات كلها تعرض يعني راوتر سويتش ما ينفعش يتعرض كده ايوه لو هو بيتكلم بالانجليزي هو عارف بالانجليزي يعني ما ينفعش بعض مثلا مصطلحات تبقى بالعربي مش هتبقى موجوده سويتش هتبقى امريكا سويتش هتبقى امريكا درجه ما سويتش الى المحول والراوتر الى موجه الراوتر موجه وسويتش محول ليه؟ لا انسوا الشرائط. أنا معقد. إذا كان في الصين بيسموا سويتش سويتش وربطة ربطة، إحنا ليه نعرفها؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. كلمة سويتش. Advanced Distance Vector يعني تبع الكاتيجوري اللي هي Advanced Distance Vector. وستاندرد بروتوكول. يعني إيه بقى كلمة ستاندرد بروتوكول؟ يعني مش سيسكو. ومش غيرها. ملكية لأي شركة عايزة تشتغل. على فكرة راوتر البيت عندك؟ راوتر البيت عندك. هتلاقي راوتر البيت عندك عليه ريفرجن 2 عادي. ليه عليه ريفرجن 2؟ هو بروتوكول ستاندرد اي حد من حق اي حد ان هو يشغل على راوترات مش بفلوس. يعني مش محتاج تدفع فلوس لما تصنع راوترات عليها ريفرجن 2، السوفت وير بتاعها ببلاش موجود على الانترنت اللي عايز يسطب السوفت وير ده على راوتر عشان يبقى الراوتر بتاعه بيشغل ال 2 عادي. فايتس ادفانسد ديستنس فيكتور ستاندرد بروتوكول. النقطه الاولانيه. الخاصيه الثانيه. انه بيعمل ايه ريت فيرجن 2 من ساعه ما تشغل ساعه ما تشغله ازاي؟ نرجع على راوتر قول له راوتر ريت وشغله كفيرجن 2 بيبعت بريودي ابديت افري 30 سنت اوت اوف اول انترفيسز اون مالتي كاست 224009 يعني ايه دي محتاجه لها اسمها يعني تعالى نرسم كده رسم شبكه فيها راوتر اسمه ايه؟ وعنده دي ايثرنت زيرو سيريال زيرو ايثرنت زيرو واصل عليها شبكه اسمها 10 بسيبك بقى من 10 برايفت ولا بابليك مش قصدي اي حاجه خالص من برايفت بابليك قصدي بس نشرح البروتوكول لسه موضوع البرايفت والبابليك والحوارات دي هيجي كتير قوي السنه دي يعني نفض ان 10 دي برايفت ولا بابليك مش قصدي بيها حاجه رقم في المثال الانترفيس دي طبعا على
وان لحد اقرب سنترال على ايه مثلا في السنترال؟ على وان سويتش. بالنسبه لنا الوان سويتش شفاف مش هيفهم الحاجات اللي احنا هنحكيها خالص، ولا يفهم ريب ولا يفهم اي اتش ار بي. السويتش ده ليه تو ما يفهمش الحاجات اللي احنا هنحكيها دي خالص. فبالنسبه لنا كده بصك توصيمه عشان توصلنا ستارت بوينت لمين؟ لفروع ثانيه في شركتنا، فرع اسمه بي وفرع اسمه سي. حيث فرع بي دي اس 1 اي 1 وعنده لان اسمها 11، وفرع سي اس 2 اي 2 وعنده لان اسمها 12. المفروض كل راوتر من دول من غير ما شغل البروتوكول هيبقى عنده كونكتد، بس شايف الشبكات كونكتد. يعني راوتر زي راوتر ايه؟ شايف دي كونكتد وشايف الوان كونكتد، بس مش عايز احط لك اي كونكتد، مش عايزين نعقد الراوتر. لو راوتر زي بي شايف دي كونكتد بس مش شايف 10 خالص، 10 دي بعيده قوي عني. سي شايف 12 كونكتد بس مش شايف 10 خالص. دور الراوتر البروتوكول انه يعمل ايه؟ انك بدل ما انت تقعد تعمل الكلام ده بايديك ستاتيك وتقعد بقى تفكر هو ده سيركت سويتشنج ولا ده باكيت سويتشنج، فاكتبها باسم الانترفيس ولا بالاي بي ونكست هوب. ليه تعقد نفسك؟ شغل ريد فيرجن 2 على ثلاث راوترات وريح دماغك. هيعمل ايه بقى؟ راوتر زي ده، راوتر زي ده شايف شبكه اسمها 10، بيعمل ايه؟ يروح واخد الشبكه دي يروح مجمعها في حاجه اسمها ابديت. ابديت يعني هقول لزمايلي جديد ابديت، هابديت زمايلي، هابديت بي وهابديت سي. بيقول في الابديت، يقول في الابديت ان شبكه 10 صفر 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 اللي ماسكها سلاش 24 اللي عايز يوصلها تعالى لي وانا اوديك بمسافه واحد. ومقصود ايه بالواحد ده؟ واحد هوب اللي هو ملابسه الشخصيه. ده ايه ده؟ ده مضمون وفحوى المعلومه اللي ايه عايز يبلغها البي يو سي. تعالوا لي وانا اوديك الشبكه 10 24 واحد. ده تعالوا لي هيحصلها ايه؟ المعلومه دي لازم عشان تتنقل وتوصل لدول تعدي عبر الكابلات. احنا عرفنا ان مفيش حاجه تعدي كده في الكابلات الا لما تبقى اسمها فريم. يعني مفيش حاجه اسمها ان داتا بتمشي كده وتخرج من كاتل داتا. فين التي سي بي اي بي موديل بقى والانترودكشن؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الجدول اللي مطبعه ريب فيرجن 2، الجدول اللي مطبعه ريب فيرجن 2 اكنه بالنسبه لنا داتا، وهياخد راس. يعني الجدول ده اكنه داتا بس هو بلاش نسميها داتا، هنسميها ظبط شغل انفورميشن. هتاخد لها راس وهتاخد داتا، كل الكلام ده جوه الراوتر، وهتاخد لها كمان راس. ايه ده؟ هو اول راوتر بالظبط. وتاخد لها كمان راس، والراس دي اللي هي فيها ايه؟ الراس دي اللي فيها تي تي ال وسورس اي بي وديستنيشن اي بي. من الحاجات الانترستنج اللي تشوفها انه هيخلي الداتا دي طالعه على ديستنيشن اي بي عشان عايزها توصل، وعايزها توصل لبي وعايزها توصل لسي او لاي حد تاني كان مشغل بيته، هيبعتها على الادرس ده. ايه الادرس ده؟ الادرس ده اللي اخترعه بيته مشترينه من الاينر. تبع اني كلاس الادرس ده؟ الادرس ده بيبدا ب 224. كلاس اي ولا بي ولا سي؟ بي ولا بي ولا واحد مش اي ولا بي ولا سي؟ هما الاي. ده كلاس دي. كلاس دي اللي هو تم تصنيفه ان هو مش شيرين كاست، اللي هو مالتي كاست. ايه فايده المالتي كاست؟ يوم واحد يبعت على عنوان مالتي كاست مين اللي يبروسس؟ الجروب. اي جروب اللي مسطب ريب 2. يعني يعني لو انا جيت على الراوتر ده وسطبت ريب 2 ايه اللي هيحصل؟ الراوتر ده كده هيبقى فاهم غير عناوينه، غير اليوني كاست، غير البرودكاست، فاهم كمان مالتي كاست. فاهم المالتي كاست يعني مالتي كاست؟ مش اي مالتي كاست في الدنيا، ده في مالتي كاست معين محجوز ستاندرد عالميا اسمه 224.009. يعني من الاخر بقى الراوتر ده فاهم ان عنوان من عناوين 224.009 اي حاجه جت على العنوان ده هاي بروسيس. تاني كده سي، مجرد ما هنشغل له ريب 2 ايه اللي هيحصل؟ اول ما شغل ريب 2 هيقول لك ايه ده، معروف ان ريب 2 تبقى تطبيق من التطبيقات اللي شغاله مالتي كاست زي جيمز كده. ومشهور ليه الادرس ده 224.009. عارف زي ما لعبه فيفا راح مشتريها مالتي كاست اللي بيلعبوا الجيم، لعبة ريب فيرجن 2 مشتريه مالتي كاست اللي بيلعبوا ريب 2. مالتي كاست اي بي بالشكل ده ومالتي كاست مات كمان. هتفتكر المالتي كاست مات كان بيبدا ليه؟ 0100 صح كده؟ كان بيبدا ب 0105. الريب فيرجن 2 خده من الاي تريبل اي، اي ماك ادرس
خد الماك ادرس ده. الماك ادرس 0100 5 اي 00009 عشان يبقى شبه الاي بي اللي اشتروا. يعني الاخر راحوا اشتروا الاي بي 224009 الايام وانا راحوا الاي بي راحوا الاي بي اللوجو اللوجو اللي عايزين اي بي شبه ده. قال لهم عايزين اي بي شبه ده سهله جدا في 0100 5 اي 000009 ها اشتري. راح مشتريين بمعنى ان الجدول اللي هيطلع من الراوتر ده هيتعامل عشان تشغلين احنا السكيورتي موديل وعامل الداتا. فانت كنت فاكر ايه؟ كنت فاكر ان في حاجه هتطلع كده من الكابلات ما لهاش ثلاثه راس وديل او ما لهاش كوس ما لهاش ديل. امال هتمشي ازاي في الكابلات؟ امال الورمز والزيروز دي هتتقري ازاي؟ اي حاجه تمشي في الشبكه او في الكابلات لازم هتكون بنفس الفورم دي اللي اسمها اوفر اي بي. بس بعد كده الاجهزه هتكتشف لما تعمل بروسيسنج ده مش داتا هيكتشفوا ان ده انفورميشن ما هياش داتا. يعني ايه؟ يعني لما الجدول ده هيخرج من ايه؟ اللي هو كنت دايما اكتب لك ايه من المره اللي فاتت اقول لك ان الراوتر يقول لهم تعالى بس انا بقى عشان مالتي كاست هقول تعالوا وانا اوديكم لشبكه 10000 بديستانس واحد. ليه بديستانس واحد؟ ليه ما حطوش انت عايز ايه؟ انا عاوز ابص اشمعنى ما اعترضتيش عليه ال 17 مره اللي فاتت 17؟ طب ال 16 بس ما كتبتش الواحد اللي هو الراوتر ده شايفها ناس اجابه بصفر انا شايفه بصفر. لما الناس تعالي لو تقول كام انا عادي انا ما اعرفش كام عادي لا انا عارف انا هوصل اللي جنبي قد ايه فهمت قصدي. طب حاول لها حاجه دي هندسه ودي بص بقى تعالى نعتبر مع بعض معلش هندسه ورا خالص معلش ان انت الان وانا راوتر بتاع الان انا ورايا شبكه 10 هيطلع بص انا بعمل ايه؟ هيطلع ده اللي بيحصل بالظبط. بعد ما تشغلي البروتوكول انا بعد 30 ثانيه بعد تشغيل البروتوكول بعد ما تكتب الامر بعد 30 ثانية بكون جهزت بس فيها حالي عشان ميت نفسي كده البروتوكول يشتغل وراح جاي قايل باشمهندس عايز تروح للشبكة دي اقدر اوصلك ليها بس هتعدي واحد بقت باشمهندس عارفة ان انا عشان توصل للشبكة دي هتعدي واحد اللي هو باشمهندس بعد 30 ثانية كمان بعد عرفت المعلومة دي هتروح مبلغة لباشمهندس وراك لا باشمهندس لو عايزة توصلي للشبكة دي هتعدي اثنين هي مين الاثنين؟ هي حضرتك بقى لما توصلي المعلومة بعد 30 ثانية كمان ان البروتوكول ده بيشتغل مرة كل 30 ثانية يعني البروجرامر اللي اخترعه قال له عايزك تفضل مريح خالص وفجأة كده كل 30 ثانية بيحكي اللي عندك تعمل ابديت بيريودك ابديت فانت كده هتعرفي توصلي بكام بثلاثة مين اللي قال ثلاثة؟ هي عشان هي بتعرف توصل باثنين مين قال اثنين؟ باشمهندس عشان هي بتعرف توصل بواحد مين قال بواحد انا؟ عشان انا بعرف اوصل بصفر فعشان كده هتبقى ماشية ازاي؟ هنا رسمت لسه ما بوصلتش هو يعرف يوصل بصفر يعني هو يعرف يوصل بصفر بس لما بيحكي قدامه مش داتا يعني هو بعت الابديت الرايه ما بين الدايت والابديت دي حته مهمه جدا انا لما كنت اصير اخد الكورس ده كنت فاهم الفرق ما بين الراوتنج والراوتر ما قاليش ان سمعت ان في فرق بين الراوتنج والراوتر فضلت طول الكورس فاهم ايه ده قول ازاي ده بتروح كده ازاي ده بتعمل كده دي مش داتا خالص دي ظبط الشغل دي انفورميشن فهيطلع ان الراوتر لازم يتكلم لازم يتعلم قبل ما الداتا تيجي وتتكلم الكلام ده لازم قبل ما الداتا تيجي يعني الشغل ده كله كلام بين الراوترات بين بعض هم شغالين مع بعض حلو يا باشا وده اللي خلى الراوتر اسمه دي تي اي بقى اقول لكم ايه تعريف الدي تي اي الدي تي اي هو عباره عن جهاز ممكن يكون سورس اور ديستنيشن لداتا نفضل كلمه داتا اور انفورميشن ان الراوتر اهو ليه بقى دي تي اي طلع ان الراوتر ممكن يدي الداتا يدي معلومه ثلاثه راس وديل اكنه كمبيوتر ده اللي خلى الراوتر يعتبر دي تي اي بس مش دي تي اي في كل حاجه يعني الراوتر ما كانش يعرف يعمل كده للبراوزنج لميلو الراوتر مش هيعرف يسيب اصلا عشان يعمل كل الكلام ده في كل حاجه الراوتر بيعمل كده معرفته بس او الراوتر بروتوكولز يعني ريبتو بس مثلا في الحاله بتاعتنا دي فانه بيبعت معلومه ويديها ثلاثه راس ودين عشان تمشي كانها داتا لما هتمشي وتروح مالتي كاست سؤالي ليك بقى لما تروح مالتي كاست مين اللي هيبروسس؟ اللي مشغلين ريبتو اللي مشغلين ريبتو ليه اللي مشغلين ريبتو عارفين الادرس ده هيعملوا بروسس الانترفيس هتدخلهم ازاي؟ اللي بقى تدخلهم عادي المشكله انت اسئله كبيره جدا جدا لا طب عايزين الانترفيس هتدخلهم ازاي؟ ايوه هم جاي لهم الاي بي ديستنيشن الاي بي هو الاي بي الانترفيس واخد اي بي لا الانترفيس واخد الاي بي مش واخد هتدخلهم زي الفل زي الفل زي الفل معايا مش حكايات كده في الاخر مش كابتن نت قلنا يبقى عليه اثنين صح ولا ايه؟ ماك مكات عيني مكات حتى ماك يونيكاست وماك برودكاست جاي من اصلا
وماجي الثالث نط جسر. انا بقول لك عشان تقول لي الاجابه دي. اه عشان تقول لي الاجابه دي. اه انت عارف يا اخويا انت بتعرف. لا والله مش عارفه. لا مش قصدي انا فاهم. انا عاوزاك توصل النتيجه لاني اللي مش فاهم يعني او كده زي وقعت كده لازم تقول لي. باشمهندس انت تصورها لازم اقطع على السيلفي. بتضحك عارفه كل حاجه وبتحاول توضح الموضوع الله يبارك فيك. روح يا شيخ الله يعطيك. لا يا صاحبي فعلا كويس انت فكرتيني بالنقطه دي عشان خاطر برضه كله يفتكر ان الانترفيس او الكات بيبقى ليه ثلاث انواع من المكات وثلاث انواع من الايباد. بيفهم الجينيكاست والبرودكاست والمالتيكاست لو مسطب له مالتيكاست. انا عشان سطبنا ريب 2 طلع ان ريب 2 وكل البروتوكولز اللي جايه في الراوتر كلها بتشتغل مالتيكاست. فادي احد فوائد المالتيكاست ممكن تستخدمها للبروتوكولز مش فقط للجيمز ولازم ايه مش قولي ده مالتيكاست اي حاجه تبدا ب 0 100 5 اي ده مالتيكاست. وفعلا محفوظ ده محفوظ ده من الايمن ده من الاي تريك ماشي. كل هو كده هيبعت لكل الراوترات اللي موجوده مش بيتشابه اللي حواليه ده اللي حواليه يعني يعني كل الراوترات اللي في العالم كل الراوترات اللي معاها نفس السويتش مثلا مين منهم اللي هيبروسس اللي مشغل الريبتو. لكن لو لسه في راوترات ورا كده لا لسه دي بعد 30 ثانيه كمان الراوترات دي هتبقى تحكي للراوترات اللي ورا لو كان في راوترات ورا. هو كل راوتر بيحكي اللي قدامه بس اللي شايفه وكده علمهم وهم بعد 30 ثانيه بيبتدوا يعلموا اللي وراهم لو كان في راوترات حاجه وراها ثانيه وكده مين بالظبط كده. طيب بس كويس حلو ادينا ماشيين حلو ان الابديت الابديت اللي هو الجدول مش داتا دي خالص داتا لسه هتيجي بعد كده ان الابديت لما توصل للي مشغلين ريب 2 هيعمل بروسيس. المهم لما يعمل بروسيس هيعرف منين ان ده ريب 2 سهله جدا 224.009 0 100 5 اي 0009 كل ده بيدل ان ده حاجه محجوزه ريب 2 متخزن عنده صفر ريب 2 بالادرس بتاعه فعارف ان ده حاجات ريب. وده هيفيده في ايه؟ ولما يعرف ان الحاجات دي ريب بصوا يا شباب بقى هيضيف ايه في الجدول بتاعه؟ يعني راوتر بي هيضيف ايه في الجدول بتاعه؟ هيضيف المتعلم غير السي غير الكونكتد بتاعته بالار. عارف ايه الار؟ 224.009 امار 0105 اي 00 كل ده امارات ان هي ريب. هيتعلم ان بالريب اقدر اوصل لشبكه 10 اللي ماسكها كام؟ 24 جاب الكلام ده منين اهو؟ بديستانس قد ايه؟ بديستانس واحد بس الديستانس اللي هتاك فيه عايزين كمان فيكتور كتير البروتوكولز دي عايزه ديستانس وعايزه فيكتور. بالنسبه للراوتر بي يا ترى ايه هو الفيكتور اللي يقدر يوصل بيه بعد كده لشبكه 10 ده ما عندوش اس 0 بس عنده اس 1 عارف زي ما قلنا تاني سويتش بيتعلم لما حد بيتكلم. ما هو الراوتر برضه بيتعلم لما الراوتر زميله بيتكلم. لما الراوتر زميلنا بعت لنا جدول عرفنا ان الجدول ده من اتجاه اس 1 يعني بي سامع من اس 1 ان ده الطريق اللي يوصله لشبكه 10 مش فاهم. لو جت داتا بقى داتا اللي هي راوتر الداتا دي حابه تخرج لشبكه 10 مش هيبقى خرج من اس 1 عشان توصل. طب ما تيجي نشرح تاني هنا سي برضه مش جات له جدول وهيحطه في الراوتنج تيبل. لما هيحطه في الراوتنج تيبل غير الكونكتد اللي عنده هيشوفه ان جرب اقدر اوصل لشبكه 10 على 24 بواحد بس من اس كام؟ ما ينفعش نحط الاي بي بتاع الراوتر؟ نحط الاثنين هندسه برافو عليك. هيطلع بيحط الاثنين بس مش كنت جاي شبه الاي بيات فعشان كده بس ايه يعني ما حطيتش احطها بس هو بيحط الاثنين بقى يعني هيحط اسم الانترفيس والاي بي اوف نيكست هوب. مين اللي يوديني؟ يطلع في الراوتر يحط الاي بي بتاع السويتش الاي بي بتاع نيكست هوب. لا السويتش مش اي بي قصدي الاي بي في راوترات انت في النص في السويتش. ما هو ده لا 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 ده كده كده احنا ما حطيناش راوترات. لو كنا حاطين راوترات ان راوتر يبعت لراوتر والراوتر يبعت للراوتر كانت هتبقى راوتر بيبدأ التاني كده تبقى اتنين مش واحد. بيعرفها من السورس اي بي؟ بيعرفها من السورس يعني الوان سويتش مالهاش ديستانس لا خالص شفاف. الوان سويتش الشفافه كلها دي تعتبر كلها شفافه ما بتتحسبش خالص كهو ولا ليها حط اي بي. هي توصيل كذا كده بالظبط. حلو كده احنا ماشيين تمام يا حدش الحمد لله. معلش بس ايه السوكت؟ ايه دي السوكت؟ السوكت؟ كان البورت زائد الاي بي بس ده مش تبع السوكت اللي هو اي بي نقطتين فوق بعض ازاي؟ نقطتين فوق بعض دول اشمعنى؟ دي الفورمال البانيه دي استشهاد بس ازاي ده شكل؟ والله عارف ان ده بيراجع باخدهم بس كده كويس الحمد لله. هو ده اللي احنا عايزينه. نفس هو الداتا عكس الابديت لازم بالظبط كده يعني الابديت لما تيجي في اتجاه تحكي على شبكه يبقى ساعتها الداتا لما تروح عايز تروح عايز تروح صح عكس اتجاه الابديت يعني الابديت جاي كده بيتعلم الداتا تيجي كده لما يتكلم.
حلو الاحاسيس دي والتآمرات دي يا جماعه. طيب المهم شوف بس عشان جاي في المحل الجاي مش عايز حد يعرف انا من المحل الجاي انت عارف ان هو قريب جدا جدا لكل الناس. المحل الجاي بس المواعيد دي اختار تحب تحضر الامتحان في اي ميعاد من المواعيد دي؟ اربع مواعيد يعني اظن ما لكش حاجه اربع مواعيد. تسلمولك اما طبق هو لو عايز لو عايز لا هو جوه الامتحان نص ساعه جوه لا في الاول ولا في الاخر؟ في النص. ليه بقى في النص؟ ليه؟ لان في اربع اسئله مش هتعرف تحلهم الا لو انت واقف قدام اللاب تعمل شو. يعني اقول لك قول لي شو كذا بيطلع ايه؟ فاختبر اذا كنت عارف تعمل شو ده ولا لا. اربع اسئله هتبقى من اللاب. هنبدا اللاب الاول وبعدين في النص هتروح مسلمك ورقه الامتحان وبعدين في الاخر هتروح مستلم ورقه الامتحان اصححها ويقول لك المره الجايه. يعني يوم الاثنين تصحح تستلم ورقتك وتصحح. لحد الانترودكشن بس. بس ايه بس اللي هم 13 سيشن مش 13 ولا يعني بس طيب قوي يعني المره اللي فاتت مش عامل كده عم صوت كده لحد السوكت يا باشمهندس احنا سنه بتاعنا بس يوم في السوكت ما ذاكرنا كده خالص لحد السوكت هو بيقول بالظبط يعني ان الاتجاه ابديت عشان لما تيجي داتا رايحه ل 10 يعني داتا رايحه لنفس الشبكه اللي كانت في الابديت الداتا هتبقى رايحه بقى ل 10 واحد اي حاجه انا قررتهاش يعني حاجه هو بيتامل فيها ان دايما الجدول الجداول بتمشي كده يعني بقى تعالى وانا اوديك فانت لما تيجي تروح هتمشي ازاي؟ هتيجي كده بالعكس هو ده بقى الباكت سويتشنج ايه يا باشا؟ الباكت سويتشنج عشان كذا مفعل في كده باكت سويتشنج طب ما هو ما تحطش السيريال تحط الاي بي بس في الدايناميك روتنج بيحط الاثنين عشان بيقول لك انا بجيب الاثنين وخلاص اما في الستاتيك يقول لك انت هتحطها بايديك لازم كنت تحطها اما هو بيجيب لك الاثنين يقول لك عشان جايز مره تطلع كده مره تروح شايل مش عارف واحد من ثلاثه فالدايناميك بيحط كل حاجه على لا طبعا طبعا ايه بعد بتاع ايه بعد نزود طبعا نفس قالوا يا جماعه انا عايز اوصل 12 قال لهم تعالى وانا اوديك بس في خبر حلو كل واحد من الثلاثه قال لهم تعالى وانا اوديك لشبكته بس مش لشبكه 10 يعني تاني لما يجي راوتر سي يقول لهم تعالى مثلا لايه تعالى وانا اوديك هيقول له ازاي تعالى وانا اوديك ابديت كاتب فيها ايه يقول له عايز توصل ل 12 بس اللي مسكها كام على 24 اصلا ما بيبعتش 10 و12 يعني قصدي ما بيبعتش راوتر سي خلينا في 10 بالذات مش هيبعت 10 بالذات ليه راوتر سي لما يجي يحكي لايه مش هيحكي له تاني عن شبكه 10 عادي جدا اللي قلت يا باشمهندس ان ريب بيستخدم حاجه اسمها سبليت هورايزون ان بيبعت لي حاجه ما بعتهاش تاني بيلغي المتكرر اي غير متكرر ما بعتش المتكرر اصلا ما لقيش ما بعتش الحاجه اللي انا عارف ان هي كده الثاني هيشيلها ما يعدوا منها يعني ما ينفعش ان انا اقول لك تعالى وانا اوديك لشبكه 10 تيجي تروح انت ايه طب تعالى وانا اوديك لشبكه 10 و11 11 ومال اي حاجه جديده عندك لكن 10 انا بوديك ليها انت توديني ليها ازاي؟ وعلى رب لنا بالظبط اقرب هي هم فكروا فيها كده بعت هو اقرب له هو هيشطبها يبقى ايه بنشغل البروسيسنج هو هيعرف منين؟ هيعرف منين؟ ازاي بس ما عندي انا كونكتد صفر لا هيعرف منين ان هو هيبعت له ما دي سبيت رايزون بقى ليه ايه؟ روت اللي اتعلمها من انترفيس اللي عرفتها لي انت روت ليرن فروم انترفيس انا ما علمهالكش انا ما علمهالكش بالظبط يعني زي ما المصري بيقولوا ايه؟ ما تجيش تبيع الميه في حر سائل يعني ما تجيش تبيع الميه وانا اللي بيع لك الميه دي او ساعات بيقول لك ايه؟ محدش عنده امثله تانية زي ما كده مش عارف الله وانت رايح تصيح واحنا راجعين يعني تخلص الصيام هي مشكلتك كنت تصدق ان واحد من المحاضر اول امبارح يقول لي اتنين بالليل قال يعني احنا باشمهندس بيقول له انا بابا يعني بيقول له كده السلام عليكم بابا يعني تحس المصري صايع بطبع لا طبعا مش هتبقى فيها صراع انا ما فهمتش يعني قصده ايه انا بابا يلا فيها بس يعني مش شكلها حلو يعني مش تقول لنا كده بالظبط كده انا عندي الاكيد صح ده قصدي فعلا وجرب كده ليه؟ الحاجة هو بقى مش مدرسة.
انا هو الراجل اللي قال جمله انا قعدت اوضح في الكلمتين منهم ايه بعض الثقافات المصريه يعني كل واحد حيوانات الفرق ايه على نسبته بايظه يعني لو روت لير فروم انترفيس عشان الكلام ده بيسدد انترفيس شود نيفر بي ادفرتايز باك اون سيم انترفيس. طب ما هنا في مشكلة هو لو متعلم 11 من اس 2 برضو مش هيخرجها من ايه هو كده جايله من اس 2 وكده ايه مش هيعرف منه ان عنده شبكة 11. هو برضو سؤال هو لو حكاها لايه هيقول غيره تعالى نوديه بكام مش هيقول له مش هيعرف يوديه اصلا وهو لا ماشي يعني لو كان قايله سي شايف انه يوصل 11 بواحد ده لما كان هيبلغ يقول له تعالى نوديه باثنين ازاي تعالى لي وبعدين نروح مع بعض بيه عارف ان ايه كان هيشوف عارفها منين؟ على انترفيس اس 2 الحاجه اللي تيجي على انترفيس اس 2 ما ينفعش احكيها تاني من على اس 2 ايوه بس هو ده روت ليرت فروم انترفيس شود نيفر بي ادفرتايز باك على نفس الانترفيس ادفرتايز باك يعني ما ينفعش اعلن عنها مره ثانيه على نفس الانترفيس. طب سي هيقول لي بي بقى 10 ولا مش هيقول لي بقى؟ لا 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 طب بص كلمه هو كلمتين قول يا باشا احنا عايزين نسكت التنين على فكره هو دي تعتبر يعني مراجعه او لطلبه باشمهندس اديني طلبه مراجعه ليه؟ كانت ماشيه حلو فبناء على المراجعه اللي طلبتوها هي دي احنا لسه ما خدناش اصلا في محاضره النهارده. طب ليه؟ انا قلت راجع بس انا حسيت ان انتوا بس بص كده قوي عدتنا ازاي مش فاهمين حاجه من الرد فقلت صوت نحكيها كده. طب بصوا اقول لكم بس 17 نقطه وبعدين ناخد اسئله على 17 نقطه مع بعض. طب خلينا معلش نكمل. بيستخدم حاجه اسمها سبيك رايزن اللي هو سبيك رايزن الابديت الجديد من الانترفيس. بص صدقني كلامي واضح لو حد سالني سؤال كنت هجاوبه نفس الاجابه اللي هديله من الانترفيس مش هيديها حد من نفس الانترفيس لاي حد مش هيديها تاني لاي حد من نفس الانترفيس بس ممكن يبقى يديها لحد تاني من على انترفيس تاني يعني يعني انا بحكي لباشمهندسه من اس واحد عندها تعالي انا اوديك شبكه 10 هي ما تحكيليش تاني من نفس الانترفيس بس ممكن تحكي عن شبكه 10 يمين من انترفيس تاني. ليه؟ ما هو ده اللي اسمه ابديت عشان هي عارف بالظبط كده تعرف كده لكن مش تيجي تعرفنا انا بس فسبيك رايزن مقصود بيها ما ترجعليش الابديت تاني اديها لحد جديد بس على نفس الانترفيس يعني حتى لو حد جديد على نفس الانترفيس لا على انترفيس مختلف اهو روت ليرن فروم انترفيس شود نيفر بي ادفرتايز باك اون ذا سيم انترفيس بلس يوز Add change لو حصل تغيير حاجة اسمها trigger update يعني ساعة لما يحصل تغيير ما يقعدش يستنى بقى 30 ثانية 30 ثانية دي مش في البداية لسه بيشتغل 30 ثانية عشان خاطر كل 30 ثانية يقعد يأكد على المعلومة عشان تبقى مهمة في الجدول لكن يحصل change بعد 30 ثانية بلغ كتير يعني يوم ما راوتر ايه يحصلوا change ترتيب ايه بتاعت النقطة نفس الكلام بتاع آخر المحاضرة اللي فاتت إن لو الإنترفيس دي اتفصل حد شد الكابل بتاعها فراوتر إيه بدأ يحس إنه مش قادر يوصل لشبكة 10 ما إيه؟ شيلها من جدوله صح وما ينفعش يستنى 30 ثانية على ما يحكيله ليه؟ يبقى بقاله 30 ثانية فأكيد الشبكة موجودة وبيبعتوا له الداتا هو مش عارف يوصلها فعشان خاطر أسريع البروتوكول قرر إنه لازم واحد أول ما الشبكة تقع اثنين يروح باعت شبه دي بالظبط يعني خلاص انت كده وليها راس مبدي كاست وليها راس وديل بس كانت ايه في المعلومات الموجوده كانت ايه في المعلومات الموجوده كانت ان اللي عايز يوصل يا جماعه لشبكه 10 ديستنس انفينيتي اللي ماسكها 24 فعلا الديستنس انفينيتي هي عشان خاطر يقدر يحط انفينيتي صح ما تجيش ما تجيش مش هرديك طبعا ما قلتش صح الموضوع ان لما الشبكه تقع الراوتر اللي كان بيقول له تعالى اوديك هيقول له ما تجيش مش هرديك بس لسه ما قلتش حاجه طيب بس ديستانس بقى انفينيتي دي كلمه انفينيتي دي كانت بنبلغ من بعض مش بس نحس ان الموضوع ايه كبير انفينيتي يعني ايه بلا نهايه ما تمشيش فيه هم حاطين له رقم هما في الاسف لما كانوا شغالين على ريب 1 كانوا شغالين برقم وفضلوا شغالين عليه بريب 2 رقم كام؟ 16 في ريب تساوي بالنسبه لهم انفينيتي
عدد الراوترات بالظبط، عدد الراوترات الماكسيمم اللي يبقى في اوتونوموس سيستم، الكلام ده جوه اوتونوموس سيستم مش في العالم كله، ما ينفعش ان يزيد عن 15 راوتر، يعني 16 في الاوتونوموس سيستم ده يعتبر رقم كبير. ولو هما جم قاسوها قاسوها ازاي؟ قال لك مفيش اوتونوموس سيستم في العالم حاطط 16 راوتر ورا بعض. ليه؟ اي اوتونوموس سيستم في العالم مش شغال على شكل كاسكيدنج سيريز كده ورا بعض، اي اوتونوموس سيستم بيحط راوتراته على شكل ستار، يعني ستار يجيب سنترال رمسيس يحط راوتر وطلع منه سنترال على المحافظات، وطلع من المحافظات سنترالات على المراكز، فتلاقي في الاخر خالص عشان اول راوتر يوصل لاخر راوتر في مصر مثلا 6 راوترات 6 اهو، كون انه يعدي 16 هوب دي حاجه مش لوجيك ومش موجوده في اي ديزاين في العالم جوه اوتونوموس سيستم. انا ما بكلمكش من هنا لامريكا، بكلمك جوه اوتونوموس سيستم، ما بين اوتونوموس سيستم تاني بنشغل بروتوكول تاني اسمه بي جي بي اصلا مش ده. فهم لقوا ان رقم 16 ده من ساعتها هيبقى رقم كبير قوي في عدد الهوبس، فعشان كده بنخليه ان هو يساوي كلمه انفينيتي بمعنى كده ماشي، بس ما معرفش احطه رقم، عايزين نحطه رقم بالباينري، رقم يعبر عن انفينيتي. فلو ايه الرقم اللي لو شافه اللي هيكونسس يعتبر اسمه اكنه انفينيتي اللي هي رقم 16. بمعنى في الريد ما ينفعش تحط اكتر من كام راوتر؟ 15، يعني شبكتك ما ينفعش تزيد عن 15 راوتر ورا بعض كاسكيد. بنك مصر بيشغل ريبتو وعنده فوق ال 200 وشويه فرع، بس مش شغال كاسكيد، يعني مش شغال ريبتو ومش شغال كاسكيد. هو شغال ازاي؟ بنك مصر شغال كده هيدكوارتر في قرعه حرب، الفرع الرئيسي يعني الفرع الرئيسي في قرعه حرب، وطالع على راوتر في 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 بنك من كل البنوك الرئيسيه اللي موجوده في كل محافظه، يعني في القاهره، في اسكندريه، في المنوفيه، في الدقهليه، في الغربيه، في الشرقيه راوتر. وبعدين كل راوتر موجود طالع على راوتر تاني موجود في مركز من المراكز اللي في المحافظه. طب وبعدين عشان نوصل من اول مركز لاخر مركز هنعدي على كام راوتر؟ لا ملايا خي هتعدي على راوتر راوتر بس أوه. ده ساعه التشينج، يعني ممكن الابديت بيروح لكل الناس. مش اسم الابديت هتوصل لدول مش هتوصل 16، يعني ده احنا بنقول ده يرد عليا انا اديت كام بواحد، وده انا بقول ده تعالى انا اديت باثنين، وده يقول لي ده تعالى اديت بثلاثه، وده يقول لي تعالى اديت باربعه، مش هقول تعالى انا اديت بسته 16. هي لو واحد يقول له تعالى انا اديت ب 16 معناها انا مش هوديه، مش هنوصل ل 16 راوتر ورا بعض. طب برضه يستخدم الاسبيريتور رايزن فيها؟ طبعا اكيد لازم، طبعا الحاجه اللي تدخل تجي لي من الانترفيس راجعها لي. امال مين المسؤول؟ حتى لو هي ابديت، حتى لو هي يعني حصل تشينج وحاجه وقعت، او حتى لو تشينج وحاجه وقعت طبعا في الاخر، ولو تشينج مين المسؤول اللي يزحها؟ صاحبه. يقول ما تجيش مش هوديك، فاللي بعده يقول له ما تجيش مش هوديك، ما تجيش مش هوديك، فبتوصل برضه نفس بنفس الطريقه. فكده حلو كده، شفنا ايه؟ كده شفنا اهم ثلاث نقط، والثلاث نقط اللي فعلا بيطوروا شويه. الثلاث نقط التانيين صاروخ مش هتحس بيهم. ليه بقى؟ الثلاث نقط التانيين كلامنا فيهم كتير، منهم من خواص الريب ان رمزه في الراوتنج تيبل حرف ايه؟ رمزه في الراوتنج تيبل ار، يعني فاكر انت السي اللي هي والاس الستاتيك والار سمول ريب 1 ماشي يا باشا، وريب ريب كابيتال ار كابيتال ريب. طيب فرمز في الراوتنج تيبل هي الخواص دي عباره عن ايه؟ هي فعلا مراجعه، ولكن ايه مراجعه بالتفاصيل اكتر، يعني الحاجات دي اللي جديد من فيها ما احنا شفنا ممكن نسمعها عن 30 سنه ورا بس ما سمعناش مثلا 240 طيب. والادمنستريتف ديستنس يعني ايه؟ ايه هو الادمنستريتف ديستنس؟ مين الادمنستريتف ديستنس؟ الرانكينج العالمي للبروتوكول ده انه كام؟ 120. مش حفظ الارقام دي، مش حفظ خالص. انت حتى في الشغل في اوامر بنعملها بيروح مطلع لك الجداول دي، فانت مش محتاج تحفظها الا 115 اي سايس. ليه بقى؟ لو رايح شركه نور بالذات، شركه نور عشان هم الوحيدين اللي في مصر شغالين اي اس اي اس ما بين راوتراتهم وبعض، بيحب دايما يسال على الادمن ديستنس بتاعه الاي اس اي اس. في شركه ثانيه عمرها تسال على الادمن ديستنس، يعني عمرها ما في شركه عملتها، هي بس عشان هم فخورين بالاي اس اي اس ان هم الوحيدين اللي في مصر شغالين اي اس اي اس زي ما بره، يعني بره مصر شغالين اي اس اي اس كتير، لكن احنا الوحيدين شغالين زي بتوع بره، احنا شغالين زي فلاج، احنا شغالين زي اي تي ان تي، هم فاهمين كده. اورنج كمان الكور نتورك بتاعتها شغاله اي اس اي اس، لكن احنا شغالين زي الكبار اي اس اي اس، بيحب يطلع من تعرف الادمن ديستنس كام؟ 115 15 معروفه، ومية زودها عليك. حضرتك شفت سبحان الله. طيب وين ديستنس؟ طب الديستنس المسافه بتتقاس ازاي؟ معناها ايه كلمه ديستنس؟ ولا النمبر اوف راوتر؟ مقصود بيها المتر صح؟ هو
مترك يعني كلمه مترك مقصود بيها معيار قياس المسافه. على فكره كنت مفترض بدات بالمترك دي لان الديستنس دي لخبطتني جدا لما جيت. انا طب ليه بدات الديستنس؟ عشان خاطر اقول لناس يعني ديستنس فيك وربطني مش عارفه انا كده يا طفيل. لا عيد سمعت القياس سوا اعمل ايه؟ الله بص لو معاك مطوه دي يا مطوه ماشي مطوه دي يا بوكس فهي الديستنس. فالديستنس مقصود بيها ايه؟ ليها معنى تاني كلمه مترك. مترك مقصود بيها معيار القياس. احنا كواشنطن بنقيس المسافات بايه؟ بالكيلومتر بالمتر ايه كمان؟ سنتيمتر. لا مش الدرجات يعني في واحده ثانيه. طيب القياس اي حد الانش الانش الادب. في واحده مهمه بالمين مايل اللي هو مايل. طيب اهم بقى راوترات طريقه من طرق القياس بتاعتها المسافه هي الهوب الديستنس او المتريك از هوب. ماكسيموم كام؟ ماكسيموم نمبر اوف هوبس 15. ليه بقى؟ لان 16 تساوي 16 هي انفينيتي او 16 بقى ارمي المعلومه اديها على البوكس. طيب ايوه صح ما انا راي شكلي حال نفسي مش بحسب مش مهندس. لو في البريك انتحرت هي السبب. روحي معايا خلاص يا احمد خلاص انا لسه مستعين انت اعزائي وانت حبايبي. دي النقطه السابعه. ناقص لنا كم نقطة ونخلص؟ 10 لا هم 4 كلهم 10 كلهم 10 كلهم 10 حلو؟ ونريح. مش امسح العينين خالص اللي تحت خالص اللي هي اللي ما فيش ساينس
عايزين نعرف. هو عالم اسمه بيرمان فورد، عالم رياضيات، هو اللي ابتكر طريقه تم استخدامها بيلت ان فريم فيرجن 2. فبنستخدم حاجه اسمها بيرمان فورد الجوريثم تو كالكوليت ذا بيست باث، تو كالكوليت ذا بيست باث عشان نقدر نطلع احسن طريق بيرمان فورد. بمعنى ايه؟ عشان كالكوليت ذا بيست باث يعني بيعمل ايه بيرمان فورد؟ حوار طبعا الجوريثم معروف كلمه الجوريثم اللي هي من عالم الرياضيات العربي الشهير الخوارزمي، مش قالش صدقوني فترجمتها الانجليزي الخوارزمي الجوريثم. طب عارف ايزنشتاين ولا مش عارف؟ المهم ايه بقى من المفروض عمل ايه؟ اولا لو عندك راوتر اسمه ايه؟ سيريال واحد سيريال اثنين ايثرنت سيريال مثلا، سيريال واحد هتوصله راوتر اسمه بي، ومنها هيوصل لراوتر اسمه سي. طب وسيري الاثنين هتعدي على راوتر اسمه دي وراوتر اسمه بي، وبعدين يوصلنا مرة تانية لسي، ويوصلنا في الاخر ماشي 15/24. تعالى بقى احكي لك تاني اللي ما خدش بالك. راوتر ايه؟ ازاي هيتعلم شبكة سي البعيدة دي؟ شرط شغل الراوتر الاول على الراوترات اللي بتختارها من السيستم بتاعك، يعني تيجي على كل راوتر موجود شغل ريب 2. اول ما هتشغل ريب 2 راوتر سي بيعمل كده بالظبط، يبص في ساعته اول ما يشغل البروتوكول ويعد 30 ثانيه، وبعد 30 ثانيه من كل الانترفيسز او اول انترفيسز هيطلع يقول لهم يا جماعه اللي عايز يوصل لشبكه 15/24 تعالى وانا اوديك بواحد. ده مش داتا، امال ده ايه؟ ده اسمه قصدي ده راوتينج مش راوتينج. طيب بي وي عايز ايه ده؟ لا 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 ما بيحطش يعني بعد كده مش هو كانش كاتب الاس هنا. هنا بقى اللي بيشوف الاس اللي جايه منها ايه وبيكتبها. انا بس اسمي مهتم بده دلوقتي مش كده، ده اللي حطيته الاس بتاعه، لكن الابديت نفسها مش فيها الاس بتاعه بالظبط كده مظبوط. طيب راوتر بي وراوتر اي هيعدوا 30 ثانيه وهيعملوا ايه؟ راوتر بي هيروح حاكي الاي وايه هيروح حاكي الدي. بي هيقول الايه؟ لو عايز تروح ل 15 تعالى وانا اوديك بس الاثنين، وبرده ايه في نفس الوقت كان بيقول وهيخرجوا معاهم الشبكه بتاعتهم صح. طيب بعد 30 ثانيه ثالثه دي هيبقى يبلغ ايه ويقول له لو عايز توصل ل 15 تعالى انا اوديك بثلاثه، وبرده اكيد كل راوتر هو بيحكي اللي جنبه بيحكي له الشبكات بس بشرط مش اللي متعلمها على نفس الانترفيس، يعني الشبكات اللي مش ضد السبيد هورايزون هيخرج معاها زي ما مش اسمه كل الشبكات اللي مش ضد السبيد هورايزون. طيب يعني راوتر ايه في الاخر بقى كده؟ ايه هو الجدول اللي عنده راوتر ايه؟ هيبقى شايف انه بالار وبالار جايله اتنين ار، واحده فيهم من اس واحد والتانيه من اس اتنين. سامع ايه من اس واحد؟ ان لو مشي في سكه اس واحد هيوصل ل 15/24 باتنين، ولو مشي من سكة 15 من 3 من اس 2. دي اسمها ايه يا شباب؟ دي اسمها ديستانس، ده هو المترك يعني، وده اسمه ايه؟ وده اسمه الفيكتور. يجي بقى دور بيلمان فورد. برنامج بيلمان فورد بقى بيعمل ايه؟ يبدا ينظر نظره، يا ترى هل السكه اللي فوق بالبروتوكول والسكه اللي تحت بالبروتوكول تاني؟ يعني ايه؟ يعني لو السكه اللي فوق بريب السكه اللي تحت اي جي ار بي ياخد السكه اللي ليها ادمن ديستانس اقل. يعني اول حاجه بيبص عليها بالمنفور البروتوكول قبل الطريق، يعني قبل المترك يبص على ادمن ديستانس. شايف كده بقى ديستانس في البدايه ان لازم لما نيجي نختار البيست باث بيبص الاول ده وده اي جي ار بي، وده اي جي ار بي احسن، ده او اس بي اف وده اي اس اي سي، يبقى او اس بي اف احسن. فاحنا كنا شغلنا طريق او اس بي اف وطريق اي اي جي ار بي مثلا، الناس هيبدا يفاضل. هل اقدر اشغل طريق بالبروتوكول وطريق بالبروتوكول تاني؟ لسه ما خدناش ازاي. قال لسه احنا بنكونفيجر البروتوكول، ممكن نقول له اشتغل على الانترفيس دي وما تشتغلش عليه، او اشتغل على الراوتر كله زي ما بنعمل. يعني ممكن كنت اجي اروح مشغل دي ريب وده كله ريب ودي ريب. طب وهنا دي اي اي جي ار بي وده كله اي اي جي ار بي وده كله اي اي جي ار بي ودي اي اي جي ار بي، فتبقى السكه اللي فوق بتتحكي بالريب والسكه اللي تحت بتتحكي بالاي اي جي ار بي. ساعتها بالمفروض ان هيختار السكه اللي هي ادمن ديستانس اقل. طب هنا تساوت الادمن ديستانس بيعمل ايه بالمفروض؟ بيبدا يبص على الديستانس الثانيه اللي هي المتريك،
فيبدا يلاقي ان دي اثنين ودي ثلاثه. اول ما يلاقي ان دي اثنين ودي ثلاثه الالجوريثم بتاع بيمان فور بيروح شاطر دي خالص من روتنج تيبل، يعني بيسيب في روتنج تيبل اللي ليها ليست ادمن ديستنس اللي هو تساوي اللي هي ليست ماتريك. فالمقارنه بتكون ازاي الاول؟ بيست باث اجيبه ازاي؟ واحد ليست ادمن ديستنس ده المعيار اللي بنبص له الاول. لو تساوى يبقى معنى كده نفس البروتوكول كده ولا شغال في الطريقين. لو تساوى يبقى ليست ماتريك ويشطب الاوحش. فعلا كده يبقى الداتا لما هتروح لشبكه 15 داتا من ايه لشبكه 15؟ هتمشي في اي مسار؟ في المسار اللي فوق. منطقي انت عشان تروح ليك سكتين، سكه طويله وسكه قصيره، هروح دايما بالسكه. لما بقى يبقى يحصل مكروه للسكه دي كابل يتقطع، تشينج يحصل، لما يبقى يحصل مكروه للسكه اللي فوق اكيد ساعتها هيبقى يعمل ايه؟ اكيد ساعتها هيبقى يسمع السكه اللي تحت. يسمع السكه اللي تحت ازاي؟ ما هي الجداول بتتبعت مره كل 30 ثانيه، يعني بعد 30 ثانيه هيبقى يجي له المعلومه دي وهيشطبها وهتجيله وهيشطبها وهتجيله وهيشطبها طول ما السكه دي عايشه. اول ما السكه اللي فوق يحصل لها حاجه بعد اول 30 ثانيه يقول لك اخيرا لقيت سكه بديله. فالريب مسته ايه؟ ما هو بيبعت الابديتس مره كل 30 ثانيه بريودك كيف لايف، ان انا افضل احكي لعندي مره كل 30 ثانيه جايز نحتاجه قدام، جايز يبقى في احتياج ليه قدام. وفعلا مجرد ما دي هتتقطع 30 ثانيه ده هيقول لي تعالى وانا اوديك بثلاثه اقول له اخيرا في سكه ثانيه غير السكه اللي هي ب 16. السكه اللي فوق دي هتبقى ب 16، 16 يعني وحشه جدا. ما هو بص المفروض ان كل 30 ثانيه لا السكه اللي فوق هتتشال في نفس الوقت بس السكه اللي تحت ما تتحكيش. كل 30 ثانيه يعني السكه اللي تحت ما حصلهاش حاجه ما لهاش تشينج. اتشينج السكه اللي فوق لا ما حصلهاش تشينج في نفس الوقت هيقعد. ده دليل جامد قوي بالظبط كده، ان ممكن 30 ثانيه في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده كده هيبقى وقت طويل قوي. لكن انت بعد 30 ثانيه تبدا تعرف السكه الثانيه تبدا تبعت الداتا فيها في 30 ثانيه الداتا كانت بتقع. ده طبعا احلى ما ينفعش تقيل في التايمرز بس ينفع تشغل بقى بروتوكولز اسرع وادق. هدي بقى النقطه اللي مخليها لسه ستيل واخد ادمن ديستنس 110. الاي اي جي ار بي احنا قلنا اسرع من الريب صح؟ بس كتير. طب لو فوق بس زي ما هي كده واحده وتحت تحت يعني فوق بي وتحت دي اي ماشي انا برضه فوق اسرع ازاي بقى؟ لا اسرع لك ليه بقى؟ ما شفتش الارقام؟ ستيب واحد. ما هو هيطلع الاي اي جي ار بي ما بيحسبش غير الستيب ما بيحسبش الهوب يطلع بيحسب بمعايير ثانيه خالص مش كده هيفضلوا لي ان الكود في الحسابات يختلف. الاي اي جي ار بي هيطلع بيحسب المتر بمعادله بادنس وديلي ولود ورلايبيلتي وام كيو وحاجات ثانيه كتيره غير الهوب خالص مش كده. هم ليه اعتبروه احسن وافضل مش خاطر بيحسب الطريق بمعايير تانية خالص. يعني يوم الاي اي جي ار بي يقول لك السكه دي احسن هي اكيد كانت الاحسن. هو ده اللي خلاهم يفضلوا الاي اي جي ار بي لما يبقى ضد الريب يمكن يختار سكه مش حلوه. الاي اي جي ار بي لو السكه دي حلوه اكيد دي حلوه حتى لو قدامك شايفها اطول بس يمكن تكون اصعب ودي اطول ما فيهاش دليل دي فيها دليل بس هنشوف المعادله حتى بتاع الاي اي جي ار بي تبدا تحس بحاجات اكتر. كويس ان انت ايه؟ هيبعت ايه؟ قول يا باشا ايه هيبعت لدي نفس الداتا وتتزلق برضه؟ ايه هيبعت لدي؟ لدي؟ اه اللي جاله من اس واحد طبعا هيقول لي هيقول له تعالى وانا اوديك بثلاثه صح وبعدين نروح بثلاثه بقى ايه ويبدا كل واحد فيهم يشوف ايه الاحسن وده اللي بيلنا المفروض يشتغل معاه طبعا. طيب افرض انا معايا الكيس اللي ده هي هيتساوى فيها ده وده يعني ايه؟ يعني افرض معايا الكيس ان راوتر ايه؟ اي 0 اس 0 اس 1 ومفيش اي المره دي امال في ايه؟ شكل الشبكه كده بس اس 1 اس 0 B C D وبعدين رايح لـ C. يعني شكل الشبكة عاملة ازاي؟ شكل الشبكة بقى كده. تعالى نتخيل مع بعض لو شكل الشبكة كده. بيلمان فورد هيقع في حيرة، إيه هي الحيرة؟ إنه هيلاقي إن جاية له أبديتس. تقول له إيه؟ الأدمن زي بعض، الاتنين بالريب، والمتريك زي بعض إن شبكة 15. باتنين؟ من اس واحد. ومن اس 2 ب 2 يعني هيشوف كده شبكه 15 ليها طريقين متناسبين. لقى الادمن مفيش حد فيهم اقل من الثاني ولقى المتريك مفيش حد فيهم اقل من الثاني. قرار بين المفروض بيكون ايه في الحاله زي دي؟ هيبقي على الاثنين صح هيخلي الاثنين بيعمل حاجه اسمها لود بالانسنج. يعني ايه لود بالانسنج؟ لود شيرنج يعني هيسيب الاثنين في رابط الثاني بس بشرط يكون الاثنين حلوين. يعني لو طريقين كويسين يقدر يساعدنا البروتوكول ده حاجه اسمها ايكوال لود بالانسنج. يعني ايه ايكوال لود بالانسنج؟ يعني هيحمل نص الداتا على الطريق ده ونص الداتا الثاني على الطريق الثاني.
لود بالانسنج او يسموها لود شيرنج. فكده تشيل بالظبط اسرع فيه اسرع في ان انت داخل لك كام داتا كتير وعندك بوابتين خروج. مش احسن مكان يبقى عندك بوابه واحده للخروج؟ يعني فكر معايا احنا جوه المكان فكان فيه مخرجين من المكان، مش كنا هنخرج من المكان بشكل اسرع بدل ما نفضل واقفين في طوابير على مخرج واحد والمخرجين؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني الاخر يوم يبقى عندك شكل الشبكه طلعت في الاخر في سيمتريه عشان نوصل لاند سكتين او اكتر، كم الداتا اللي جاي باكيت رقم واحد باكيت رقم اثنين باكيت رقم ثلاثه باكيت رقم اربعه، لو جاي اربعه باكيت عايزين يوصلوا لحوالي 15. الراوتر هيعمل ايه؟ بص هيعمل ايه؟ اول باكيت هيطلعها بالسلك اللي فوق وتوصل. خلي بالك اللي انا بكتبه ده بقى ده مش راوتنج ده داتا. الراوتنج هو اللي كون الجدول دي راوتنج بقى. ايه فايده لما يبعت لي سكتين متماسكين ان الداتا الراوتد العربيات لما هتيجي تمشي هتلاقي طريقين متسففين نفس السفلته بالظبط. اول باكيت الراوتر بيطلعها من الانترفيس الاولاني والباكيت الثانيه بيخرجها من الانترفيس الثانيه. ليه؟ يعني الباكيت دي كلها جوه الميموري بتاعت ايه؟ كل الباكيت دي جوه الميموري بتاعت ايه؟ واقفه وخانقاه زحمه فنفسه لما يخرجها من بوابه واحده يخرج شويه من البوابه دي وشويه من البوابه دي. فالراوتر هيعمل ايه؟ هينظم المرور ان كل الداتا اللي عنده جوه الميموري بتاعت فيه اربع باكيتس هيروح مخرج واحده من هنا واحده من هنا الثالثه من فوق الرابعه من تحت. طب قول لي الاند اللي بيستقبل بقى ازاي هيقدر ان هو يعرف الحته الاولى والثانيه والثالثه هيقسمها وترقم. فاكر الدي سي بي بقى الدي سي بي بتاع الاند دوين؟ ما هو الدي سي بي هيلاقي دي الحته الاولى دي الثالثه دي الثانيه دي الرابعه. الدي سي بي هيعمل ايه؟ بيشوف سيكونس نمبر في الهيد اللي هو الهيد اللي بلون ازرق هيشوف السيكونس نمبر لا حاجه واقعه مش معاك ولو لقى حاجه واقعه هيقول له اللي عايزها هيطلبها تاني لو لقى حاجه هيبقى عنده هينقصها هيقول له اطلبها تاني. فحاجه توصل ممكن مش مترتبه بس هيعمل ايه؟ بيستقبل اللي بيستقبل هيروح واخد الحته الاولى يرتب الثانيه يرتب الثالثه يرتب الرابعه وعشان كلهم من نفس السيشن هيعرف واحد مع اثنين مع ثلاثه مع اربعه من نفس السيشن. ده فكره الترقيم بتاع ليير فور ان احنا نعرف ان دي نفس السيشن سيشن ادريسنج بلس سيكونسنج مين اجزاء الادريسنج اللي هو السيكونسنج اللي في قصه السوكت. صح فعلا في نفس السوكت الحاجات دي كلها داخله تترتب كلها في نفس السوكت. طيب فما تقلقش الموضوع ده انت داتا هتوصل الداتا هتترتب صح بس انا قصدي ايه؟ ان الراوتر بروتوكول زي الريب هيطلع كل اللي جايين كمان يقدر يعمل موضوع اللود شيرنج او اللود بالانسنج لحد كام طريق باي ديفولت يعني من غير ما انت تعمل كونفجريشن او كوماند لحد اربع طرق. يعني لو عندك الراوتر دي اربع وكات والاربع وكات بيوصلونا للفاينل اند بنفس المتريك ونفس الايجن ديستنس هيحمل على الاربع طرق الداتا اللي عنده في الميموري ربعها 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 كل ربع يخرج من ويكي من ويكي اب تو جام. لو انت كان عندك اكتر من اربع ويكات وصل لنفس الاند بنفس المتريك اب تو جام باي كونفجريشن لو انت عايز باي كونفجريشن اب تو 16. يعني ايه اب تو 16؟ يعني لو لغايه 16 ويكايه كمان موجودين عندك يقدر بروتوكول زي ريد تقول له بس بالاوامر يعني تقول له بالكونفجريشن تقول له بحبحها شويه زود عن الاربعه. لو عندك خمس طرق ماشي ست طرق ماشي سبع طرق اتعلمتهم في الراوتنج تيبل اشتغل عليهم تقدر تحمل على اب تو كام طريق؟ اب تو 16 طريق متساويين. الديفولت اربعه يعني جيت كونفجريشن اربعه باي كونفجريشن 16. وده سؤال في الامتحان سؤال بيقول ايه؟ بيقول لك هو باي ديفولت راوتنج بروتوكولز كلها هيطلع ريب 2 كلهم اصلا بيعملوا نفس الحركه بنفس الارقام راوتنج بروتوكولز تقدر تعمل لود شيرنج او لود بالانسنج لحد كام طرق؟ باي ديفولت يعني بالفطره لحد اربع طرق لو لقوا اربع طرق متماسكين. اما لو لقوا طريق احسن والباقي كله وحش هيشتغل في الاحسن. دايما علم الراوتنج هو علم ايه هو احسن طريق فايند البيست باث. خلاص خلصت ليه؟ اي حته صغيره يبقى خلصت عشان نبدا بعد البريك بدايه جديده اي اي جي ار بي. عارف ان هو تقيل الكلام بس مش صعب هو بس عشان خاطر اول مره تسمعه يعني كتير قوي كانوا حاضرين الكورس عارفين طبعا تي سي بي وسامعين عن دي بي وعارفين اي بي وعارفين ماسك وعارفين الكلام ده كان بالنسبه له كانه بيراجع في الفتره بتاعت الانترودكشن. اما لاول مره كلام بقى ايه بجد كلام جديد دي سي بي ودي بي ما خدناهمش لسه هناخد ان شاء الله الكورس. انا عارف بهرج معاك والله يعني انت عارف انا بس انا سامع بصوت تغلس يعني استغل الفرصه استغل الفرصه والله يوزر 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 يو
صلى عليه مش هينفع كده. نقطه كمان ان البروتوكول ده بيعتبره اسمه كلاسلس بروتوكول. يعني ايه بقى كلاسلس بروتوكول؟ بيفهم سبنت بيسن لاست ان ابديتس بيفهم سبنت. معلش هتاكد من حاجه، تعرف الفرق ما بين كلاسلس بروتوكول؟ يعني ايه كلمه كلاسلس بروتوكول؟ يعني مش كلاسلس، لا كلاسلس بروتوكول اللي هو كلمه كلاسلس يعني مش كلاسفول. يعني ايه كلاسفول؟ اللي هو ما بيفهمش سبنت. فكلمه كلاسلس مقصود ان هو مش كلاسفول. كلاسلس يعني ما يفرقش معايا كلاس، عادي لو عرفت سبنت هعرف ان انا بعد جداول حتى لو مش عارف سبنت. فكلاسلس بروتوكول يعني بيفهم سبنت، اللي هم الخمسه بروتوكول اللي احنا قلنا ان هم جداد يعني يعتبروا شويه. تفرق ايه بقى عن ده؟ ايوه هو ده بقى اللي كنت هندسه. تفرق ايه عن حاجه اسمها اي بي كلاسلس؟ مش كلاسلس بس، اي بي كلاسلس اللي هم ال 10 وال 127 00 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 كلاسلس كوماند مش كلاسلس بروتوكول. ايه بقى الاي بي كلاسلس كوماند؟ الاي بي كلاسلس كوماند بنستخدم الامر بتاع مرسيدس يوزد وذ الامر نستخدم وذ ديفولت ستاتيك روت، مش مع الستاتيك حتى العادي، يعني مش مع الستاتيك حتى عادي، بستخدمها بس مع الديفولت ستاتيك اللي هو اخر ملاذ سكه الهول سيكونس. بس سؤال والله خساره انه يضيع منك بسبب بس انك انت ايه مش مركز في كلاسلس بروتوكول وكده كده اي بي كده لك مش كلاسلس بس اي بي وكلاسلس كوماند. اي بي كلاسلس كوماند اللي هو الكوماند اللي موجود من المصنع اصلا عشان خاطر لو انت كتبت ديفولت سبيكترون يشتغل على طول. اما كلاسلس بروتوكول ان هو هيطلع حاجه زي ريب فيرجن 2 زي او اس بي اف زي اي جي ار بي زي اي اس اي اس زي بي جي بي اللي هي البروتوكولات اللي بتفهم صوتي. فرق ساعات فعلا ممكن كلمه واحده بس ضيع عليك سؤال من اسئله سهله. يعني في اسئله صعبه ما كنتش فاكر، اسئله صعبه جدا في الامتحان عايز انجليزي رهيب وعايز واحد يعني ما بيتخدعش اي معروف بالذات انا معروف، بس ما تجيش بعد السهل ده قدام ايدك. لا مش كده، هو الامر هو السؤال بيقول لك ايه؟ وات دو يو نو اباوت اي بي كلاسلس كوماند؟ فيطلع ايه اللي انا اعرفه عنه؟ بيستخدم مع الديفولت ستاتيك روت، بيستخدم مع مش حتى مش مع الستاتيك عادي، يعني في وسط الاختيارات ستاتيك عادي ديفولت ستاتيك، يعني الاختيار هيطلع ايه؟ سؤال صدقني مشهور كده الاختيار ايه؟ انت لو عملت اللي انا بقول لك الاختيار دي كنا شفنا الاختيارات كلها كان ساعتها كنت جاوبتها صدقني وطلعت الاول. لكن كده مستحيل نفتكرها كده مش هنفتكرها. انا سالت كده اي في كلاسلس واحنا جبنا الحته دي ليه؟ يعني ليه بقى؟ حبيت بس انبه الناس على الفرق بين كلمه كلاسلس بروتوكول وكلاسلس كوماند. يعني ده حماده وده حماده تاني خالص. ودي باختصار ايه؟ اخر حاجه اخيرا يوه ايه المحاضره دي يا جدعان؟ والله سهل والله الرابطنج ده مين بس في شويه رغي كده معلش انه اوبشنال اوبشنال خلاص سيبه خلاص سيبه بقى حاله اللي فيه مكفيين اوبشنال بي سبورت اوثنتيكيشن باسورد. يعني ايه الحته الاخيره دي؟ وهي حته اوبشنال في البروتوكول. يعني ايه اوبشنال؟ كماليات مش عايزها مش مشكله. يعني ايه اوثنتيكيشن باسورد؟ ان في كماليه ممكن تضيف على البروتوكول انه يعمل سيكيورتي. انك انت تعمل ايه على البروتوكول اسمه ريب؟ على تيجي تعمل ايه؟ على كل راوتر مشغل ريب تروح معرف حاجه اسمها ريب 2 باسورد. يعني اخلي ريب 2 باسورد مثلا ايه؟ مثلا اخلي ريب 2 باسورد مثلا سيسكو. طب وبعدين؟ اي على الراوتر ده اعرف له ريب 2 باسورد. دي غير النيبل باسورد وغير النيبل سيكريت وغير الكونسول باسورد، دي مالهاش دعوه خالص، دي جوه الريب نفسه. يعني قلت له راوتر ريب يقول لك عايز ايه؟ تقول له عايز اعرف لك باسورد واخليها برضه مين؟ سيسكو. اجي في الاوتونوم سيستم كله واعرف نفس الريب باسورد ماشي. وبعدين ايه الفايده بقى؟ الفايده ان الراوترات اللي متعرف لها باسورد ما تقبلش ابديتس من راوترات معاها باسورد مختلفه. ما تقبلش ابديتس لازم بالظبط لازم يعني لازم على كل الراوترات اللي انا متاكد ان هي بتاعت شركتي اروح احط عليها باسورد عشان خاطر يوم ما يجي راوتر داخلي. راوتر داخلي ازاي؟ يعني يجي يروح حد موصل راوتر مثلا في السيرفيس ويب الراوتر الداخلي على الراوتر بتاعتي لا اخد منه جداول ولا ابعت له حتى جداول. كده؟ اه بالظبط كلمه اي بي مخصوص ليهم بالظبط. واي بي سيرفر فهي كلمه سيرفر فعلا مخصوصه ليهم ما
ما يعملش راوتر بروسيسنج ابديت الا طبعا لو جاي على اي بي بتاعه هي مالتي كاست وجاي يعمل باسورد يعني اي حد المره يدخل صح. هي عامل الحركه دي ان حصلت مره من سيرفيس بروفايدر راح موصل راوتر بتاع عميل بغلط يعني عميل تاني بغلط على عميل اولاني والعميل التاني ده طلعت شركه اصلا يعني نصب واحتيال ومافيا ولا زي كده وقالوا لي الراوترات قالوا الراوترات دي لما عرفوا الراوتر دي انا مش فاهم فيه غلط قالوا لهم تعالوا هنوديكم الشبكات بتاعتكم بمترك قليله وايه الازمه اللي في كده؟ ان الراوترات دي عيني الضيقه صدقت ان هم يقدروا يوصلوا الطريق بمترك قليل من خلال الراوترات الشريره والراوترات الشريره كانت كل اللي عايزه تعمله هي تاخد الداتا عشان تعرف مين بيبعته ايه. فعشان خاطر ما حدش يقبل ابديت من حد ما عرفوش فبيعملوا اوثنتيكيشن باسورد يعني باسورد للتوثيق يعني ايه التوثيق بالمصر؟ يعني من الاخر عشان يبقى في ما بين الراوترات وبعض ثقه يثقوا ببعض فعشان خاطر يبقى في ثقه ما بينهم وبعض استحسن تبقى تحط باسورد عيبها تضبطها لك شويه الراوتر ليه؟ اي سكيورتي تضبطها ليه؟ بس ميزتها امان وهي اوبشنال يعني ايه كلمه اوبشنال؟ يعني مش لازم تحطها يعني البروتوكول هيشتغل من غيرها والبروتوكول هيشتغل ابطا سنه بيها بس امن امن عشان محدش يعمل حاجه هتريحك من المشاكل اللي ممكن تساعدك لما حد يعمل هاجم عليك يبوظ لك الجراوند يبوظ لك الراوتر يسرق الداتا بتاعتك بس لمده ساعتين